أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مدرسة على الهواء. النهاردة مادة الكيمياء، هنختم المنهج بتاعنا كله بدرس الإسترات واستخداماتها أو الإسترات والأهمية بتاعتها في حياتنا. ولكن قبل ما نبدأ الحلقة، يشرفني إن أنا أشكر الأستاذ رمضان قبل ما يبدأ على التعب اللي هيتعبه معانا النهاردة. أهلا بيك يا أستاذ. أهلا بيك يا سامي. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الثانوية العامة. زي ما قال أستاذنا الفاضل، النهاردة إن شاء الله هنتكلم في درس الإسترات، الإسترات واستخداماتها. طبعا لما نيجي نتكلم عن الإسترات، الإسترات مكسبات إيه؟ مكسبات طعم ولا ريحة ولا لون؟ الإسترات بتدوب في المية ولا ما بتدوبش في المية؟ زمايلنا الأفاضل في الحلقة اللي فاتت وضحوا لنا الإسترات وتحضير الإسترات. هنعمل مراجعة سريعة قبل ما نخش في استخداماتها ونتعرف عليها كده من الأستاذ سامي. احنا عارفين طبعا أستاذ رمضان، الإسترات هي مركبات عضوية ذكية الرائحة، تنتج من تفاعل الأحماض الكربوكسيلية مع الكحولات. أي حمض كربوكسيلي بيتفاعل مع كحول بيديني إستر على طول. والمثال احنا خدناه قبل كده مقدما في الباب الثالث في الاتزان الكيميائي. تمام، لما كان التفاعل الانعكاسي. الله يفتح عليك، تفاعلات انعكاسية، اللي هو تفاعل حمض الأسيتيك مع الكحول الإيثيلي في وجود قليل من حمض الكبريتيك كشرط تفاعل عشان يمنع حدوث تفاعل عكسي. بس وده سؤال مهم، طالب يكتبه حمض كبريتيك ولا حمض كبريتيك مركز؟ لازم يحدد بقى ان ده مركز. فاحنا ممكن يجي له سؤال في الامتحان يقول للطالب علل، عند اجراء تفاعل تكوين الاستر تضاف قطرات من حمض الكبريتيك الى حيز التفاعل عشان ينتزع الماء الناتج من التفاعل ويمنع حدوث التفاعل العكسي. تمام. من ضمن الخواص الاسترات الفيزيائيه ان الاسترات درجه غليانها اقل من الكحولات، لا تذوب في الماء لان ما عندهاش مجموعه هيدروكسيل قطبيه. مظبوط. انا بس حابب استاذ رمضان قبل ما نخش في الجزء اللي احنا بنتكلم فيه نعمل مراجعه بسيطه على التحلل المائي الحامضي والقاعدي والتحلل النشادري والتكالي على القاعدي والنشادري شويه. ما دي مهمه جدا. اللي هو تكوين اميدات الاحماض. احنا اي استر في العالم لما نيجي نعمله تحلل فيه ثلاث انواع، في تحلل مائي حمضي والتصبن اللي هو التحلل المائي القلوي بالاضافه للتحلل النشادري، وده مهم جدا، اللي هو تكوين البنزامايد والاسيتامايد وتحويلاته ابتداء من الاسيتيلين او من البنزين عشان اوصل لاسيتامايد او بنزامايد. بالنسبه يا شباب للاستر، في سؤال قبل ما نتكلم على التحلل السامي جالي من طالب بيقول لي انا عاوز اعرف هل الاثنين دول استر واحد ولا لا. هنشوفهم كده مع بعض. الاستر الاولاني اللي هو CH3CH2COOCH3 ده عباره عن ايه؟ استر من ضمن الاسترات. والثاني عكس لي المجموعه، يعني بدا ب CH3 عندي CH3COOC2H5 هي ده هو ده، بس ده ايزومريزم بقى. ده ايزومريزم. ليه؟ لان ده مركب وده مركب. لما اجي اسمي المركب الاولاني عندي اسميه بالايوباك، هعد ذرات الكربون. انا معايا كده كام ذره كربون لو نتعرف عليها؟ ثلاثه. ادي 1 2 3، يبقى ده بروب. يبقى ده بروبان، برو بان نضيف ايه؟ وات. بروبانوات، بروبانوات الميثايل. يبقى المركب ده اسمه بروبانوات الميثايل. 1 2 3 بروبان سي او او، يبقى وات ومعايا مجموعه ميثايل. لو جيت اسمي الثاني بالايوباك ادي 1 2، دول اثنين بس مش ثلاثه. طب يبقى ده عباره عن ايه؟ اي سان وات. يبقى ده اي سان وات. اي سان وات الايه بقى؟ الايثايل. يبقى في فرق ما بين الاثنين، ده مركب وده مركب. لان الاستر اساسا جاي منين؟ جاي من الحمض والكحول. الحمض ده هنا غير الحمض الثاني، ده حمض الاسيتيك، حمض الايه اللي بيطلع عندي البروبانوات الايه الميثايل، اللي هو حمض ايه البروبانويك. لكن لما نيجي نسمي مع بعض الاسترات اللي هي بدايتها بالاستر الاروماتي، يبقى انا بضيف كلمه بين زوات واحط المجموعه اللي معايا. بس التحلل، بالنسبه لتحلل الاستر، تعال نشوفه مع بعض. زي ما قال استاذنا الفاضل، تحلل الاسترات تحلل مائي حمضي او تحلل مائي قاعدي او تحلل نشادري. تحلل نشادري نبدا بيه الاهم.
انا لو معايا CH3 COO C2 H5 ده اسمه اسيتات ايسايل. اسيتات ايسايل او المركب اللي موجود عندكم في الكتاب عشان ما اهربش بعيد عن المنهج CH3 COO CH3 ده عباره عن ايه؟ اسيتات ميسايل. انا بسمي كده. طب انا لو عملته كده يا استاذ حلقه البنزين والسي او او سي 2 اتش 5 ده اسمه بنزوات ايسايل. بنزوات ايسايل. طب لو عملته بالشكل ده حلقه البنزين سي او او سي 6 اتش 5 برضه انا لسه في التسميه اللي قدامي دي بنزوات فينايل. ده بنزوات فينايل. بنزوات ايه؟ فينايل. في مركب تاني جالي من طالب برضو لو عكسنا ايوه الله تعالى سي 6 اتش ايه 13 بقى انا عاوز اجيبها اتش 13 سي او او ومعاها حلقه البنزين. يعني لو عكسنا اللي فاتت دي لو عكستها هي هي ده بنزوات فينايل. لو جبت دي هنا معناها هي دي حلقه بنزين لكن ده ما ينفعش يبقى حلقه بنزين. ده رمزه ايه؟ سي 6 اتش 13 سي او او يبقى دي 6 و1 7 يبقى هيبتانوات الفينايل. هيبتانوات الايه؟ الفينايل. بس طيب. احنا كنا بنتكلم طب ما تكتبها لنا بالعكس سي اتش 3 نجيبها تاني او او سي اتش 3 سي او او حلقه بنزين تاني كده سي اتش 3 ايوه سي او او حلقه معاها حلقه بنزين. الله يفتح عليك. الشكل اللي قدامي ده 1 2 يبقى ده اسمه ايسان وات الفينايل. تسميه القسطر سهله جدا. لو عكسنا دي بقى لو عكسناها هي هي نفس المركب حلقه البنزين دي ومعانا سي او او سي اتش 3 يبقى ده يسمى بنزوات الميسايل. تسميه القسطر سهله وموجوده في تدريبات كتاب واحده المدرسة. كمان بالمره عشان ثبت المعلومه نقولها لنا عايزين فضل. نكتب الصيغه البنائيه لفورمات الميسايل وحمض الاسيتيك. حلو جدا عشان يبقى ايه فورمات الميسايل فورمات اتش سي او او سي اتش 3 حمض الاسيتيك وكمان عندي سي اتش 3 سي او او اتش دول ايزومارزمين ده ايزومارزم مع ان ده مركب وده مركب وده مجموعه من عيله وده من عيله ثانيه خالص. حلو العيلتين اختلفوا هنا ده عيله الاستر ده عيله الايه الكربوكسيل الحمض ده اسمه ايه لو سميته بالايه بتسميه شائعه ميسانوات تسميه شائعه في الاول فورمات الميسايل هسميه بالايوباك كربون واحده يبقى ميسانوات الميسايل. لكن المشابه الجزيئي بتاعه حمض اسيتيك حمض خليك حمض 2 كربون ايسانويك يبقى ده حمض كربوكسيلي لكن ده يعتبر ايه استر من ضمن ايه الاسترات. الله يفتح عليك. برضو حتة التحلل عشان ما نهربش بعيد عن كلامنا التحلل في تحلل مائي حمضي في وجود حمض معدني في تحلل ايه كمان تحلل نشادري في تحلل مائي قاعدي او ايه قلوي. لما نيجي نتكلم على التحلل النشادري اللي معانا الاستر اللي طالع عندي من حمض الاسيتيك والكحول الايثيلي اللي هو CH3 COO ايه بقى ده هنا ايسانوات الايسايل سي 2 اتش 5 لما اجي اخده مع النشادر كده انا بفعل مين؟ بفعل الاستر مع الامونيا الاستر مع الامونيا ده تحلل نشادري. ايه اللي هيحصل؟ اول حاجه طلع لي الكحول. ايوه طالب لو طلع الكحول سي 2 اتش 5 او اتش هيقدر يجيب الباقي. انا دايما اقول لاستاذ رمضان للطالب اعمل لي خط كده بين الاثنين او اللي في النص دول كويس لما هي. تعمل فاصل كده كده الله يفتح عليك معذره هيدروجين من هنا ودايما اكتب له النشادر اتنين. مش ان اتش 3 اكتب له اتش ان اتش 2 الله يفتح عليك السامي يبقى هنا اتش ومعاها ان اتش 2 الله يفتح عليك اسحب الاتش انا بقى يبقى 2 اتش 5 او اتش يفضل معانا سي اتش 3 سي او خدت الان اتش 2 سهلتها كده والوضع ده للطالب يبقى انا كده طلعت مين؟ الاسيتاميد. بس دايما يجي لنا الاسيتاميد اكتب صيغه بنائيه للاسيتاميد. صيغه بنائيه سهله انا معايا السي مرتبطه بثلاثه هيدروجين ده هنا ايه اول حاجه سي اتش 3 وبعدين السي معاها او والاو مرتبطه بايه؟ بالام يبقى انا ممكن اكتبها دبل او فوق بعدين ان اتش 2 ممكن احط ايه؟ الاو جنبيها لا هنا الدبل او عشان الكربون يبقى رباعي وبعد كده ادي الام معاه اتش
ومعاه اتش تاني. المركب ده اسمه اسيتاميد اسيتاميد. كيف تحصل على الاسيتاميد؟ من اسيتيلين. هاتها من كربيدي، هاتها من الميثان يا استاذ رمضان. من نبدا بالميثان، هات من فوق بقى. يبقى هنا الاسيتاميد الاول. هات لي صفحه كده من الاول كده برضه طبعا فيها. انا شكرتك الاول قبل ما نبدا. ربنا يكرمك يا رب. يبقى انا كده حضرت في التفاعل ده الاسيتاميد. احنا عايزين من الميثان بقى، انت اللي فتحت البوابه. طيب اتفضل اسال لنا السؤال كده. من الميثان عشان الطالب يكتبه معانا. ماشي. من الميثان، من الميثان ايوه، كيف تحصل على الاسيتاميد؟ يعني انا هبدا بمين؟ من الميثان. الميثان كيف تحصل على الاسيتاميد؟ الاسيتاميد هي ما تجيش في الامتحان طويله كده يا استاذ رمضان. اه ولكن هي الفكره ايه؟ بتخلي الطالب ايه؟ للطالب. يتفسح يتريض معانا في الايه؟ المعادلات. يعني تعال نقولها كده مع بعض الاول بالراحه قبل ما نكتب. نقولها كده مع بعض فيس تو فيس مع بعض. من الميثان كيف تحصل الاسيتاميد؟ الميثان ده انا هسخنه تسخين شديد عند ايه؟ 1500 درجه تبريد سريع. وابرر التبريد سريع. يبقى انا هاخد الميثان، حاضر نكتب الميثان سي اتش اي 4، هسخن لغاية 1500 درجة سيليزية ثم التبريد السريع. لازم اكتب ايه الشروط اللي عندي. هيطلع معايا ايه؟ سي 2 اتش 2 اللي هو عبارة عن اي ساين او استيلين زائد مين؟ زائد 3 مول هيدروجين. هنا في 2 كده جبت مين؟ حصلت على مركب الاستيلين. الاستيلين ده هناخد سي 2 هيدار حفزيه اتش 2 زائد اتش 2 او. طبعا الطالب ما ينساش يكتب الشروط عندنا اللي هنكتبها دلوقتي. حمض الكبريتيك اتش 2 اس او 4 بنسبه 40%. كمان حط له كبريتات الزئبقيق اتش جي اس او 4. حصلت على سي اتش 3 سي اتش او اسيتالدهايد. تفاعل درجه حراره التفاعل اسيتالدهايد ده انا هاكسده درجة حرارة التفاعل 60 هنا وال 60 درجة طبعا ما تنسيش. هعمل عملية أكسدة للأسيتالدهايد. الأسيتالدهايد ده لما أكسده حصلت على CH3COOH حمض أسيتيك. يبقى أنا طلعت حمض الأسيتيك بعد ما عملت إيه للميثان. الميثان سخنته عند كام يا جماعة؟ سخناه عند إيه؟ 1500. حصلت على الأسيتيلين، عملت له هيدرة، حصلت على الاسيتالدهايد. طالب بيقول لي طب نكتب الكحول الفانيل؟ طبعا ممكن نكتبه، المركب الوسطي عندي. مش كده وبس يا استاذ رمضان، اتفضل. مش ممكن يجيبه لي في صوره مصطلح علمي؟ ايوه. يقول لي كحول احادي الهيدروكسيل غير مشبع. تمام، غير مشبع. الكحولات كلها اللي عندك في منهجك الوحيد غير مشبع ما عدا الايه؟ الكحول الفانيل اللي هو سي اتش 3 سي اتش او اتش. عندنا بالنسبه للحمض الاسيتيك، انا وصلت الحمض الاسيتيك هاخده مع الايه؟ الكحول الايثيلي. يبقى انا اخدت حمض اسيتيك وكحول ايثيلي، طلعت اسيتات ايثايل هنكتبها في وجود حمض الكبريتيك المركز. جبت اسيتات ايثايل، اعمل له تحلل نشادري. يعني نشوف كده معايا، هناخد سي اتش 3 سي او او اتش حمض اسيتيك. كويس، خدنا حمض الاسيتيك هنفعله مع مين؟ مع سي 2 اتش 5 او اتش كحول ايثيلي. يبقى حمض اسيتيك مع الكحول الايثيلي. بس لازم احط على السهم معايا مين؟ اتش 2 اس او 4 مركز. حصلت عليه على ايه بقى؟ الميه طلعت. يفضل معانا سي اتش 3 سي او او تمام سي 2 اتش 5 اسيتات ايثايل. ده 2 كربون ايثانوات الايثايل. هناخد اسيتات الايثايل سي اتش 3 سي او او سي 2 اتش 5. ممكن تيجي دي برضو في الامتحانات بس هي طويله. مش يعني مش هي طويله لكن سهله. مع الان اتش 3 مع النشادر اللي حصل عندي لما حطيت نشادر لازم تطلع الكحول. اي تحلل للايستر عندك طلع لي الكحول. انا طلعت سي 2 اتش 5 او اتش ده عباره عن كحول ايثيلي. فاضل معاك سي اتش 3 سي او ان اتش 2 اسمه اسيتاميد. يبقى انت بدات من المثال لغايه ما وصلت للاسيتاميد. طبعا ده التحلل النشادري لمين؟ للاسيتات او الاستر الايه؟ الالفاتي. لو استر اروماتي اللي هو ريحته ريحه الياسمين عندنا اللي هو بنزوات الايثايل واعمل له تحلل نشادري بيطلع معانا بنزاميد. بنزاميد جبته من بنزوات ايثايل، وبنزوات الايثايل ممكن اجيبه من حمض البنزويك. حمض البنزويك وحمض البنزويك ممكن نجيبه من الطولوين،
والتلوين نجيبه من البنزين، والبنزين اجيبه من اي مركب. احنا مش هندي التحويله الجامده دي دلوقتي، هنخش بس على الحصول على البنزامايت. بنزامايت منين؟ من الايه؟ من الاستر بتاعنا. يعني انا معانا تحلل نشادري، حلقه البنزين اللي معانا COO2H5 ده اسمه بنزوات الايسايل. يبقى انا معايا بنزوات الايسايل هناخده مع النشادر NH2H. ايه اللي هيحصل؟ هنطلع معايا الكحول. يبقى انا بعمل تحلل نشادري، تفاعل الايستر مع الامونيا لتكوين اميد الحمض والكحول. هنا هناخد 2H5O وناخد معاها H، يبقى انا حصلت على 2H5OH كحول ايثيلي، زائد معانا مركب البنزاميد CONH2. يبقى المركب ده يسمى بنزاميد، بنزاميد. برضو الصيغة البنائية بتاعته بتتكرر في الامتحانات كتير. اكتب الصيغة البنائية للبنزاميد. البنزاميد مركب من اميدات الايه؟ اميدات الاحماض اللي موجودة عندنا. حلقة بنزين معها السي مرتبط بالاو برابطة ثنائية، ومع الان اتش 2 معانا بالشكل ده. ادي البنزين الاول، وبعدين السي دبل او ان اتش 2 اسمه بنزاميد او بنزاميد. المركب اللي موجود معانا ده، ده يعتبر ايه؟ اميد من اميدات الايه؟ الاحماض، يسمى بنزاميد. ده التحلل النشادري يا استاذ سامي. طيب الله يفتح عليك. في سؤال بقى بطلبه دايما بتسال عليه، اتفضل. من الطلوين كيف تحصل على البنزاميد او البنزاميد؟ سؤال مهم اتكرر في الامتحانات كتير. من الاسئله المهمه جدا. من الطلوين، من الطلوين من الطلوين كيف تحصل على البنزاميد؟ نكتبه برضو معانا واحده واحده كده. انا هبدا بالطلوين. طب الطلوين ده انا هعمل له ايه عشان اوصل للبنزاميد؟ انت التحويله جات لك في الامتحان، هتعمل ايه؟ تتصرف ازاي؟ انت البنزاميد بتجيبه منين؟ تحلل نشادري للإستر. حلو، يبقى انا الإستر ده لازم اجيبه من الطلوين. طب اجيبه ازاي؟ الإستر ده انا بجيبه من حمض. طب الحمض ده اللي هو حمض البنزويك، نجيبه ازاي من الطلوين؟ كده اتحلت معاك. يبقى انا معايا ثلاث معادلات. عاوز ابدا منين؟ من الطلوين. عاوز اوصل لغايه البنزاميد. الطلوين هنعمل له اكسده. هناخد الطلوين اللي هو الميثايل بنزين. معانا الطلوين بالشكل ده. طلوين عندي حلقه بنزين CH3 زائد 3O2. يبقى انا باخد هنا 2 في وجود V2O5 عند 400 درجة مئوية. الشروط دي مهمة جدا جدا جدا. هيطلع معانا 2 حمض بنزويك COOH زائد 2 مية. يبقى انا حصلت كده على مين؟ على حمض البنزويك مع المية. هناخد حمض البنزويك COOH نعمل له أسطرة مع H2SO4. المرة دي بقى في وجود مين؟ في وجود HCl. HCl جاف. ما حطش حمض الكبريتيك المركز هنا، بحط HCl جاف عشان يخلصت من المية. بيطلع عندي خدته مع حمض الكبريتيك، سوري مش حمض الكبريتيك خالص، هنا هنا بناخده مع الكحول C2H5OH. ده انا لسه بقول مش هستخدم حمض الايه؟ الكبريتيك. حمض الكبريتيك لو دخل هنا يكون مركبات ايه؟ سلفونيك. يبقى انا معايا حمض البنزويك هاخده مع الكحول في وجود حمض كلوريد الهيدروجين الجاف. حصلت على COO2H5 زائد الميه. يبقى جبت البنزوات، بنزوات الايه؟ الايسايل. نعمل لبنزوات الايسايل بعد كده اللي هو التحلل النشادري زائد نشادر. حصلت على C2H5OH كحول ايثيلي زائد البنزاميد. يبقى انا بدات بمين بقى؟ بدات بالطلوين، عملت له اكسده، والطلوين ده خدته بعد الاكسده في وجود عامل حفاز زي خامس اكسيد الفانديوم. خدت حمض البنزويك مع الكحول في وجود HCl جاف، حصلت على بنزوات الايسايل، عملت لها تحلل نشادري، طلعنا البنزاميد اللي هو حلقه بنزين CONH2. لو نشوفها كده معايا، حلقه بنزين CONH2 ده اسمه بنزاميد. الله يفتح عليك يا استاذ. تمام يا استاذ. برضو من الاسئله المهمه اللي هو التحلل المائي الايه؟ القاعدي. تمام. التحلل المائي القاعدي ممكن يجي لي سؤال في الامتحان، بس هناخدها في صوره سؤال. اتفضل. يعني ممكن يقول لي من استر بنزوات الايسايل
ستار بنزوات الايصايل كيف تحصل على الطولوين؟ على هنعكسها بقى. العمليه معكوسه. طيب المركب اللي عندي تاني كده استاذ سامي. ستار بنزوات الايصايل. بنزوات الايصايل. الايصايل. اعمل له تحلل مائي قاعدي. عاوز اوصل لمين؟ للطولوين مثلا. للطولوين لما اعمل له تحلل مائي قاعدي يبقى انا هفعله مع مين؟ مع ان اي او اتش. في وجود ايه؟ طبعا هيدروكسيد صوديوم ايه؟ مائي. مائي. عندي الصوديوم ده هيبدل مكان الايصايل. يبقى سي 2 اتش 5 هتاخد ايه؟ او اتش. يبقى انا حصلت برضو على مين؟ سي 2 اتش 5 او اتش. يبقى القاعده الاساسيه بطلع الكحول. يفضل عندي بنزوات الصوديوم. الصوديوم سي او او ان اي. طلعت بنزوات الصوديوم، عاوز اجيب تولوين. ماشي، ابدا بقى من بنزوات الصوديوم، روح هات لي تولوين. هاخد بنزوات الصوديوم اعمل له تقطير جاف. سي او او ان اي تقطير جاف مع الصودا الكاويه ان اي او اتش في وجود سي اي او وحراره. تمام، ده تقطير جاف. حصلت على البنزين زائد ان اي 2 سي او 3. حاطط اكسيد الكالسيوم هنا عشان دي ماده نازعه للميه وماده ايه؟ مجففه. بعد كده بناخد البنزين هنعمل له اهم حاجه سي اتش 3 سي ال تفاعل الالكلا بتاعت فريدل كرافت في وجود مين؟ اي ال سي ال 3 لا مائي. يبقى انا حطيت كلوريد المونيوم لا مائي. هيطلع معانا الطولوين سي اتش 3 زائد اتش سي ال. يبقى حصلت على التلوين من بنزوات الايه؟ بنزوات الايصاي. عملنا كده استاذ رمضان مراجعه سريعه على الجزء اللي اتاخد في الحلقه اللي فاتت مع اساتذه الافاضل. هناخد بقى النهارده اهميه الاسترات. احنا عارفين الاسترات من اهم الاستخدامات بتاعتها انها بتستخدم كمكسبات للطعم والرائحه. تمام. تستخدم في كزيوت ودهون، وتستخدم في صناعه العقاقير الطبيه زي زيت الماروخ وزي الاسبرين. كويس. طيب اول حاجه عايز اتكلم عن الزيوت والدهون. احنا عارفين ان الزيوت والدهون عباره عن استرات ناتجه من اتحاد الجليسرول مع الاحماض الدهنيه العاليه. كويس. وعشان الجليسرول بيتفاعل مع ثلاث جزيئات من الحمض الدهني بنسميها ثلاث احماض مختلفه. ثلاث جزيئات او ثلاث احماض من الحمض الدهني بنسميه استر ثلاثي الجليسريد. تمام. الاحماض دي مجموعات الالكايل، ممكن تكون متشابهه وممكن تكون مختلفه، ممكن تكون طويلة السلسلة، ممكن تكون قصيرة السلسلة، وممكن تكون مشبعة وممكن تكون غير ايه مشبعة. فأنا عايز أعرف إزاي الجليسرين أو الجليسرول بيتفاعل مع الأحماض الدهنية عشان يكون لي الايه؟ استر ثلاثي جليسرين. احنا هناخد هنا الكحول اللي هو معانا ثلاثي الهيدروكسيل اللي هو الجليسرين أو الجليسرول أو الجليسريد على حسب ما تنطقه. قبل ما معلش أنا آسف على القطع، اسمه 1-2-3 ثلاثي هيدروكسي بروبان. تمام، نفت عليه. يعني برضو الطالب ياخد باله من التسمية دي. 1-2-3 1-2-3 ثلاثي هيدروكسي بروبان. حلو. طب قبل ما نكتب بقى التفاعل نوضح له الجليسرين بالاسم اللي قلته حضرتك. ماشي. أنا معايا إيه الجليسرين؟ عبارة عن إيه؟ أدي سي 2-3 وهنا معانا 3 أو إتش. أدي أو إتش، أدي التانية، أدي التالتة. زي ما قال استاذنا الفاضل كده، انا معايا ايه؟ ده الجليسرين، الجليسرول. عاوز اسمي بقى، يبقى دي 1-2-3 يبقى ده اول حاجه بروب، ده مركب احادي بروبان. في 3 هيدروكسيل يبقى ثلاثي هيدروكسي. ثلاثي هيدروكسي ايه بقى؟ فين دول؟ في 1 وفي 2 وفي 3. يبقى المركب ده اسمه 1-2-3 ثلاثي هيدروكسي بروبان اللي هو الجليسرين او الجليسرول. طبعا لما نيجي نتكلم مع بعض دلوقتي على تكوين الدهون والزيوت، هي المعادله طويله بس سهله ان انت تكتبها. هناخد معايا مول واحد من مولات الجليسرول مع ثلاث احماض الفاتيه، هنعمل تفاعل يكون لي استر ثلاثي جليسرين. تعالوا نتابعه مع بعض ونتعرف عليه. انا معايا في الاول خالص CH2OH مرتبط بCHOH CH2OH. ده مين ده يا شباب؟ ده يعتبر الجليسرول، الجليسرين اللي معانا. هناخده مع ثلاث احماض مختلفه. هناخده الحمض، انا لو معايا حمض يعني في مجموعه الكايل مرتبط بسي او او اتش، يبقى انا معانا كده ادي مجموعه الالكايل الاولى هنقول عليها R1، معاها ايه؟ سي دبل او
OH. يبقى كده انا بكتب ايه دلوقتي؟ بنكتب الحمض الاول حمض الفاتي الاولاني، هناخده مع حمض تاني R2C OOH مجموعة الكربوكسيل، هناخده مع حمض تالت R3C OOH. يبقى انا معايا تلات احماض دهنية مختلفين. ايه اللي هيحصل في التلات احماض الدهنية دول؟ تعال نشوف تفاعل الاسطرة اللي حصل. كحول وحمض، هنشيل الـ OH والـ H. طب نشيل الـ OH منين؟ عندي من الحمض مع H منين؟ من الكحول. OH H OH H. كده انا نزعت تلات جزيئات مي، خلاص اتشالوا تلاتة مي. طيب ايه اللي فاضل بقى؟ رصوا مع بعض كده بالراحة واكتبوا معايا. فاضل ايه هنا؟ CH2O. CH2O هترتبط بمين؟ بالسي دبل او ار واحد. يبقى انا كده خدت المجموعة الاولى. المجموعة التانية هنبتدي بعد ما كتبت ده هنا CH O CO R2، بعديها CH2 O CO R3. ده يعتبر ايه؟ الزيت او الدهن اللي هو استر ثلاثي جليسريد. استر ثلاثي جليسريد ده زيوت او دهون. يبقى الفايدة بتاعة الاسترات بستخدمها في ايه؟ صناعة الزيوت والدهون. طبعا R1 R2 R3 دي مجموعات ايه؟ مجموعات الكايل موجودة في الاحماض الالفاتية الدهنية. حصلت على الزيت او الدهن. ممكن طالب يجي له سؤال في الامتحان يقول له اكتب الصيغة البنائية للدهن او الزيت. طب ما انا بكتبها ازاي؟ لو انت مش حافظها كده احفظ المعادلة واعرف المعادلة بتمشي ازاي، تقدر تشتغل بيها ايه صح. ملحوظة بس صغيرة استاذ رمضان، اتفضل. ان الزيوت والدهون لما بعملها تحلل مائي في وجود مادة قلوية قوية، ايوه، زي هيدروكسيد الصوديوم او هيدروكسيد البوتاسيوم، الصابون بقى بيديني بيديني صابون زائد جليسرول او جليسرين، ودي بيسموها عملية التصبن. تمام. ده بالنسبه للاستخدام الايه الثاني للمكسبات. اول حاجه مكسبات طعم ورائحه. تمام. ثاني حاجه بتستخدم كزيوت والايه والدهون. خش على البوليمرات. انا عندي الاستر لما بنعمل له بلمره بيديني بوليستر. من اهم البوليسترات اللي احنا حصلنا عليها نسيج الدكرون او الياف الايه الدكرون. الياف الدكرون بيكون من مونيمرين مختلفين. المونيمر الاولاني عبارة عن حمض كربوكسيلي أروماتي ثنائي القاعدية. تمام. اسمه حمض التيرفيساليك. المركب الثاني كحول ثنائي الهيدروكسيل اللي هو الإيسيلين جليكول. بفعلهم هما الاثنين مع بعض، لطالما البوليمرين مختلفين بيبقى البلمرة عن طريق التكاثف. تمام. وبيفقد جزيء مية ويدينا بوليمر مشترك، والبوليمر المشترك هو اللي بيكمل عملية البلمرة عشان نحصل على نسيج او الياف الدكرون. واحده واحده بقى كده يا استاذ رمضان. الاول نتعرف على المكونات. الحمض نتعرف عليه ونكتب اسمه ازاي. يعني حمض التيرفيساليك. التيرفيساليك ده احنا عندنا حمض الفيساليك حمض اروماتي ثنائي القاعديه. لانه بيحتوي على مجموعتين كربوكسيل، لانه لما يتفاعل يديني نوعين من الاملاح، لانه بيحتوي على ذرتين هيدروجين بدول. كل دي تعليلات ليها. ده حمض اسمه حمض فيساليك. حمض الفيساليك 1-2 ثنائي كربوكسيل، لكن بالنسبه للتيرفيساليك 1-4. ازاي؟ انا عندي حمض الفيساليك حلقه البنزين اللي قدامنا مرتبط بسي او او اتش ومعاه سي او او اتش. يبقى كده في الشكل اللي قدامي البسيط ده، ده حمض فيساليك. هنا في 1-2. طب لو حركت دي وجبتها في 4 يبقى انت كده عملت حمض ايه؟ تيرفيساليك. ده حمض تيرفيساليك حلقه البنزين كتبناها بالشكل ده COOH وهنا COOH. كده المركب ده اسمه ايه اللي انا كتبته كده؟ ده اسمه حمض تير في ايه؟ في سالك. ده اللي بيخش في صناعه البولي ايسيلين جلايكول بتاعت الياف الايه الدكرون مع الايسيلين جلايكول. الايسيلين جلايكول كحول ثنائي الهيدروكسيل. تمام. ممكن اسميه 1-2 ثنائي هيدروكسي ايسان. حلو جدا. نكتبه كاسم جديد زي ما بتقول حضرتك دلوقتي. اسمه ايسيلين جلايكول. ايسيلين جلايكول C2H4OH2. الايسيلين جلايكول CH2OH. الايسيلين جلايكول بيمنع تجمد الميه في مبردات السياره. الايسيلين جلايكول بنعمل منه الياف البوليمر البوليمرات زي الياف الدكرون الخامله لصناعه صمامات القلب، ما تتفاعلش مع الانسجه.
السنين جي الكل بنصنع منه ايه كمان؟ بنصنع منه افلام التصوير، اشرطة التسجيل، بنصنع منه زيوت الفرامل الهيدروليكية اللي هو زيت الفرامل العادي. ليه؟ لانه عنده 2 او اتش يعمل روابط هيدروجينية بكثرة تسبب لزوجة وسيولة للمركب. لما نيجي نتكلم على الاسيلين جلايكول اهو معانا، ادي سي 2 مع 4 ذرات هيدروجين، 1 2 3 4 مرتبط ب 2 او اتش بالشكل ده. ده اسمه ايه ده؟ اسمه اسيلين جلايكول. اسمي بالايوباك، يلا يلا الشطاره، انا سامع كده الناس بتقول. ادي 1 ادي 2، يبقى ده ايس، يبقى ده ايسان. هنا في كام هيدروكسي؟ 2 في 1 2 ثنائي هيدروكسي ايسان، 1 2 ثنائي هيدروكسي ايه ايسان. ده اسمه الاسيلين جلايكول اللي هو كحول ثنائي الهيدروكسيل اللي ممكن اجيبه من كحول احادي الهيدروكسيل اللي هو الايثانول، والايثانول ممكن نجيبه من السكروز. يعني ممكن اجيب سكروز اطلع منه اسيلين ايه جلايكول. سكروز تحلل مائي، تمام، هيدينا الجلوكوز وفركتوز، كويس. جلوكوز تخمر بانزيم الزيميز هيدينا كحول ايثيلي. كحول ايثيلي نزع ميه بواسطه حمض كبريتيك عند 180 درجه مئويه هيديني غاز الايثين. غاز الايثين اعمل له تفاعل باير بامراره في محلول قلوي لبرمنجانات البوتاسيوم يدينا الايثيلين جلايكول ويزول الالم. هي حلقه المره دي حلوه جميله في الاستيراد، بتجمع لي اللي فات، بتجمع اللي فات وتحاول بقدر الامكان ايه نصبها في درس الاستيراد. ما فيهوش شكوى من الصعوبه يا جماعه، في مذاكره، ارتب افكارك في الكيمياء عشان تقدر تشتغل عليها صح. تعالوا نشوف بقى ازاي بنطلع ايه البوليمرات من الحمض التيرافيسالي. معانا حمض التيرافيسالي اللي احنا اتفقنا على رمزه دلوقتي سي او او اتش، مرتبط بايه كمان؟ طب الناحيه الثانيه بمجموعه سي او او اتش، يبقى ده حمض اسمه حمض تيرافيسالك. هنفعله مع مين؟ هنفعله مع الاسيلين جلايكول. الاسيلين جلايكول سي اتش 2 او اتش، كويس، دي اول مجموعه مرتبطه بالسي اتش 2 او اتش، حلو قوي. طب هعمل ايه بعد كده؟ هبتدي افصل الميه. الميه اجيبها منين؟ خد الاو اتش من هنا والاتش من هنا، يبقى انا نزعت ميه، حاط ننزع الميه H2O. طب والباقي؟ رص الباقي زي ما هو. خلاص انت كده وصلت للمركب اللي انت عاوزه، شلت كده الميه وصلت للمركب بتاعك. هنا معانا باقي حمض التيرافيسالك COOH مرتبط بالCO وكمان الO بتاعت الايه؟ الكحول CH2CH2OH. نلاحظ حاجه هنا، الجزء ده كحول والجزء ده حمض، هيهاجم من هنا ايه؟ كحول. كحول العكس، يبقى كحول وحمض. كحول يجي له الناحيه الثانيه ايه؟ حمض. بدانا نعمل الياف الايه؟ الدكرون. دي اسمها بلمره، بس بلمره بالايه؟ بالتكاثف. احنا عندنا اثنين نوعين من البلمره، واحد بلمره بالاضافه وبلمره بالتكاثف. بلمره بالتكاثف في المنهج كله عندي ايه؟ معادلتين. المعادله دي مقرره علينا، المعادلة التانية بتاعت البلمرة بالتكاثف مش مقررة علينا كمعادلة، لكن مقرر علينا أعرفها اللي هي بتاعت تفاعل الايه؟ الفينول مع الفورمالدهايد لتكوين مركب الباكلايت أو الباكليت اللي هو بنصنع منه البلاستيك الشبكي بتاع ايه؟ طفايات الحريق أو طفايات السجاير أو صناعة ايه؟ ما يسمى بالأدوات الكهربية العازلة للكهرباء وتتحمل درجات الحرارة. يبقى انا كده وصلت لبوليمر بولي ايثيلين جلايكول اللي هو بدايته من تفاعل بلمره بالتكاثف ما بين حمض تيرافيسالك مع ايثيلين اي جلايكول مع البلمره اللي بتحصل. حصلنا على بوليمرات خامله نسبيا، ما تتفاعلش مع انسجه جسم الانسان، اللي هي الياف الدكرون، تستخدم في صناعه ايه؟ صناعة صمامات القلب. بيعملوا منها انابيب لتغيير الشرايين التالفة وبيستخدم في صناعة صمامات الايه؟ القلب. ماشي كده؟ ده بالنسبة لألياف الذكر. الجزء الأخير في الكتاب، والواحد بيقول الجزء الأخير وهو على أسى يعني. لا ما عشان يبدأوا بقى إيه؟ إن شاء الله نبدأ المراجعات بإذن الله رب العالمين، ربنا يكرمهم إن شاء الله رب العالمين. الجزء الأخير إن أنا بستخدم الإسترات في صناعة العقاقير. زي زيت المروخ وزي الاسبرين. احنا عندنا لو جيت بصيت لحمض السلسلك، حمض السلسلك عباره عن حمض اروماتي فيها حاجتين، فيها مجموعه كربوكسيل يخليه يتفاعل كحمض كربوكسيلي، وفيها مجموعه هيدروكسيل يخليه يتفاعل كفينول.
فانا عندي حمض السلسلك، لو فعلته مع كحول هيديني زيت الماروخ، ولو فعلته مع حمض هيديني الاسبرين. الاسبرين. فعايز اوضح الاثنين بالراحه كده. تمام. يبقى ممكن يجي لي سؤال في الامتحان، ازاي حمض السلسلك بيتفاعل كحمض وكربوكسيل وكافينول؟ لانه يحتوي على مجموعه كربوكسيل حمضيه ويحتوي على مجموعه هيدروكسيل فينولي. جميل. طيب فعايزين نفعله الاول مع الكحول الميثيلي عشان نحصل على ايه؟ العقار الاول. العقار الاولاني احنا بنقول كده صح؟ العقار ولا تمام العقار؟ صح كده. تمام. العقار الاولاني اللي هو زيت المروخ. زيت المروخ الاول مركب يستخدم في تسكين الالام الروماتيزميه، يمتص عن طريق الجلد. زيت المروخ اسمه ايه؟ سلسلات الميثايل. الاسم العلمي بتاعه سلسلات الميثايل. اما الاسبرين اسمه اسيتايل حمض سلسلك، ده بيستخدم في تسكين الصداع والالام، الالام كلها بجسم الانسان، خافض للحراره، سبب سيوله لايه؟ للدم عندنا. طيب قبل معلش فضل رمضان، انا اسف على المقاطعه، فاصل صغير كده ونرجع نكمل طيب. كلامنا باذن الله بعد الفاصل بقى. نكمل كلامنا ان شاء الله. حاضر. اتفضل. أعزائي الطلبة والطالبات الثانوية العامة، رجعنا لكم تاني بعد رفع أذان العشاء. إن شاء الله تقبل الله الناس المصلين بإذن الله رب العالمين. هنكمل كلامنا أستاذ رمضان. إحنا كنا بنتكلم على إزاي أستخدم حمض السلسلك في الحصول على عقار اسمه زيت المروخ وزيت والإسبرين. فعايز أخد المعادلة الأولانية عشان نوضح الكلام ده، عشان إحنا مستنينا مكالمات كتيرة جدا. ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا احنا حمض السلسلك عندنا زي ما هنشوفه دلوقتي بيحتوي على مجموعتين مميزين، مجموعه كربوكسيل ومجموعه هيدروكسيل. حمض السلسلك لما نشوفه كده معانا حلقه بنزين COOH مرتبط بايه؟ بالاو اتش. ده اسمه حمض السلسلك، بيتفاعل مره ككحول ومره كايه؟ كحمض. يعني ممكن يتفاعل كحمض او يتفاعل ككحول. لو انا خدت حمض السلسلك ده مع CH3 OH ده اسمه كحول ميثيلي او ميثانول، ايه اللي هيحصل عندي؟ طبعا لو انت فاهم ايه اللي بيحصل معانا في التفاعل بالشكل اللي هكتبه دلوقتي هتعرف انا معايا OH مش هتتفاعل مع OH. الله يفتح عليك. يبقى تتفاعل مع مجموعه الكربوكسيل. يبقى ال OH اللي فوق دي هتنزع ال H، يبقى كده نزعنا ايه؟ الميه بتاعتنا. حلو جميل. يبقى انا اول ما هكتب عندي المركب اول حاجه هفكر اكتبها الاو اتش، تمام؟ ما حدش هيقدر يجي ناحيتها. بعد كده فاضل هنا فوق ايه؟ سي او. ادي السي او، هتجي لها الاو سي اتش 3. مين المركب ده؟ سلسلات. هو ده اسمه سلسلات الميثايل اللي هو مركب ايه؟ زيت المروخ. زيت المروخ، زيت المروخ. انا حصلت كده على زيت المروخ اللي موجود، انا ممكن اجيبه من كذا مركب. اهم حاجه بص الكحول ده، كحول ايه ده؟ CH3OH. انا ممكن اجيبه من الفورمالدهايد، تمام، من حمض الفورميك، ممكن اجيبه كمان من الميثان. اقدر اوصل من الميثان هنا مع حمض السلسلك اجيب منه سلسلات الايه؟ الميثايل. ده التفاعل بتاع تكوين زيت المروخ اللي هو سلسلات ميثايل اللي بيستخدم في مسكن للالام الشديده لجسم الانسان وخصوصا الام الروماتيزم. طيب ده بالنسبه. طب بالنسبه للاسبرين، انا عندي الماده الفعاله للاسبرين اللي هو حمض السلسلك، تمام، ولكن حمض السلسلك كان طعمه قابض شويه، يعني كان مش كان بيسبب قرحه شديده للمعده، بيعمل قرحه وتهيج لجدار المعده، فحبوا يعالجوا الحته دي عشان يبقى طعمه مقبول والحموضه بتاعته قليله شويه، فعلوه مع حمض الاسيتك. جميل. وادخلوا على حمض السلسلك مجموعه الاسيتايل عشان يضيع الايه؟ الطعم بتاعه، يخلي الطعم بتاعه ايه؟ مقبول، او يخليه عدوي بالطعم يعني. حلو قوي. يعني عايز اعرف المعادله بتاعته تتكون ازاي. احنا معانا دلوقتي زي ما كتبت كده على طول انا ايه؟ حمض السلسلك اللي موجود معانا. حمض السلسلك ده هناخده هنفعله المره دي مع ايه؟ CH3COOH عكس التاني. التاني كنا فعلناه مع الكحول الايه؟ الميثيلي. انا فعلته مع حمض الايه؟ الاسيتيك. طبعا ننزع ميه، انت عرفت خلاص الطالب معايا عرف بيعمل ايه. طب الميه المره دي هنزعها منين؟ بص معايا دي سي او اتش مش هتتفاعل مع السي او اتش، خلاص الشق الحمضي ده مش هيتفاعل مع الشق الحمضي التاني. هيتفاعل مع الايه؟ على مع الاتش، هتنزع معاها الايه؟ الاو اتش. طب يتكون ازاي؟ ادي حلقه البنزين معانا، وبعد كده هنا سي او او اتش زي ما هي، وبعد كده معانا الاو
هاجي لها الاو تمام او السي او وبعدين سي اتش 3 ده اسمه اسيتايل حمض سلسلك اسمه اسيتايل حمض ايه سلسلك اسيتايل حمض السلسلك اللي هو الاسبرين اللي هو بيتحلل بالميه يرجع زي ما كان هنكتبها المعادله بتاعته ونوضحها دلوقتي ده اسمه اسيتايل حمض السلسلك المفروض الاسبرين ده يتاخد مفتت او نشرب وراه كميه ميه كتيره لانه لما بيتحلل بيرجع لحمض اسيتيك وحمض السلسلك ودي احماض بتعمل تهيج لجدار المعده ممكن تسبب ايه قرحه في المعده لما بيزيد ودلوقتي عالجوا الموضوع ده يا استاذ رمضان بان هم بيحطوا مع الاسبرين ماده قلويه زي هيدروكسيد الالومنيوم تمام عشان يعمل تعادل مع الاحماض الايه وده سؤال عامل بيجي يقول لي عامل يضاف ايه هيدروكسيد الالومنيوم ايه على الاسبرين لمعادله الحموضه الناتجه من الاسبرين عند التحلل المائي الله يفتح عليك يبقى انا عندي يا اما افتت يا اما ادوب في الميه يا اما استخدم الاسبرين اللي بيستخدم او المضاف اليه هيدروكسيد الالومنيوم يعني احنا الاسبرين برضو يا استاذ رمضان هو بيعالج الصداع وفي نفس الوقت بيزود سيوله الدم فبيستخدم لمرضى الايه القلب تمام ده بالنسبه للمعلومات اللي موجوده عن الاسبرين احنا لو خدنا الاسبرين وعملنا له تحلل مائي في وجود ميه H2O هيكون معايا ايه الاسبرين مع الميه هيطلع معايا CH3COOH زائد ايه حلقه البنزين اللي معاها COOHOH عاوز اقول لهم على تحويله حلوه هنا بس طبعا ايه كتيره شويه انا عندي كده لو اتخيل الطالب ده الاسبرين الاسبرين عملت له تحلل ماء طلعت حمض ايه حمض اسيتيك حمض اسيتيك خد حمض الاسيتيك ده اوصل منه للتي ان تي ينفع ينفع يبقى من الاسبرين جبت التي ان تي الاسبرين فجرت ايه البيوت ليه عملت التي ان تي ايه التي ان تي ده 2-4-6 ثلاثي نيترو تولوين ماده شديده الانفجار يعني انا معايا اسبرين عملت له تحلل مائي وصلت الحمض الاسيتيك فصلت حمض الاسيتيك عن حمض السلسلك خدت حمض الاسيتيك اديته ايه صودا كاويه تفاعل تعادل حصلت على استات صوديوم عملت له تقطير جاف حصلت على الميثان خد الميثان سخنه عند 1500 وبرد جبت اسيتيلين ناخد الاسيتيلين نعمل له بلمره ثلاثيه حلقيه حصلت على مين البنزين اعمل له الكلا جبت تولوين تولوين هتوصل بقى ايه من التولوين بالنيتره للتي ان تي بس هو طبعا صناعيا يعني ما ينفعش ما ينفعش بس دي مفيش حد بيجيب اسبرين عشان يعمل كده احنا الحمد لله بفضل ربنا في المعادلات بفضل الله سبحانه وتعالى دي كانت اخر معادله في المنهج عندنا يعني خلصنا منهجنا منهج الكيمياء عشان نبدا المراجعات ونبدا بقى نشوف الاسئله عندنا بس معانا بعض الاسئله الجميله النهارده محضرها لنا الاستاذ سامي هنتعلم فيها ايه كيف يمكن يعني نجاوب ازاي اجابه نموذجيه في الامتحان في الكيمياء للحصول على 60 من 60 ان شاء الله. الله يفتح عليك الله يفتح عليك. احنا يعني دايما انا اقول للطالب ايه؟ ان المشتقات السره بتاعتها الكحولات. تمام. فالطالب لما يجيد الكحولات ويذاكرها كويس بيلاقي نفسه يعني لامم المنهج كويس جدا. فانا عندي في بعض الاسئله مش بتختبر بقى الطالب اللي حافظ لا بتختبر الطالب اللي فاهم كيمياء عضويه لازم فاهم كيمياء عضويه فاهم كيمياء عضويه يعني في سؤال عجبني بيقول للطالب ايه عندك كحول الفاتي احادي الهيدروكسيل كحول الفاتي احادي الهيدروكسيل الكتله الجزيئيه بتاعته 74 جرام الله جميل كتلته 74 جرام نكتبه يا راجل طيب الله هو كده بيقول كده مليني كده وانا اكتب كحول الفاتي الفاتي اولي كحول الفاتي احادي الهيدروكسيل انا اسف يعني احادي الهيدروكسيل نعيدها تاني تاني السؤال تاني كحول الفاتي الفاتي احادي الهيدروكسيل احادي الهيدروكسيل يعني عنده او اتش واحده بس كتلته الجزيئيه لا كتلته هو كتله الكحول كتلته 74 74 جرام 74 جرام عاوز اسمه بقى بيقول لي عايز الكتله الجزيئيه بتاعته وعايز الصيغ البنائيه المحتمله ماشي كده وعايز الاولي والثانوي والثالثي اللي هتجيبهم دول الاكسده بتاعتهم حلو جميل قوي يعني سؤال ايه يعني دوبل كريم كده الاول هو كحول الفاتي يعني عنده مجموعه الكايل يبقى معايا مجموعه الكايل لو حبينا نيجي مفتاح الحل انا معايا كده مجموعه الكايل ار مرتبطه باو اتش كتلتها دي بكام 74 طبعا اكيد هيديني في الامتحان لو جاب لي سؤال زي كده علما بان الكربون ب 12 والهيدروجين بواحد والاكسجين ب 16
مجموعة الألكايل اللي هي CnH2n زائد واحد، كل ده زائد الـ OH، كل ده بيساوي 74 جرام. حلو قوي. يبقى أنا معايا CnH2n زائد واحد زائد مجموعة الـ OH، كل ده بيساوي 74 جرام. طيب هو الكتلة الجزيئية بتاعت الكربون 12 N، يبقى معايا 12 N زائد الهيدروجين، الهيدروجين بواحد، يبقى 2N زائد واحد زائد دول 16، الأكسجين 16 والهيدروجين واحد، يبقى ده 17، كل ده بيساوي 74. كده أنا حولت بقى الكيمياء شوية رياضة معانا حلوة جميلة. 12N و2 يبقى 14N زائد 1 زائد 17 18، كل ده بيساوي 74. يبقى 14N بتساوي 18، هتروح الناحية التانية تطلع كام بقى؟ 18 ناقص 74 يبقى 56، يبقى 14N بيساوي 56. ايه اللي انت عملته ده يا استاذ؟ انا اشتغلت رياضة. هنا 14N زائد 18 بيساوي 74، يبقى 14N بيساوي 74 ناقص 18 بتساوي 56. تمام. يبقى ان الوحدة N بس بيساوي أربعة. كام؟ أربعة. 56 على ال 14 ده بيساوي كام؟ أربعة. بيساوي 4. حلو قوي. يبقى السي بكام دلوقتي؟ السي ب 4. هرجع اعوض بقى واشتغل بقى في المركب تاني. يبقى السي ب 4، سي ب 4، الاتش يبقى عندي ايه القاعده العامه برضو الطالب يشوفها، عندك سي ان اتش 2 ان زائد 1. طيب يبقى السي ب 4، الان ب 4، يبقى 2 ان يعني 2 في 4 ب 8 زائد 1، يبقى الاتش ب 9، يبقى سي 4 اتش 9 او اتش. جبت لك انا الكحول اللي عاوزه يا استاذنا. ده كده الصيغه الجزيئيه، دي الصيغه الجزيئيه. عايز الصيغ البنائيه المحتمله، المحتمله ليه؟ ده سي 4 اتش 9 او اتش. انا ممكن اعمل ادي اول مركب سي 2 3 4، هعمل منه كحول اولي احادي الهيدروكسيل اولي على الطرف هنا او هنا. اولي. يبقى ده واحد بيوتا نول. ممكن ادي اول واحد اهو، واحد ايه؟ بيوتا نول، دي اول صيغه محتمله لي، ده كحول اولي. ناخد منه كحول ثانوي، يبقى دي سي 2 3 4 ومعانا الاو اتش، هنحطها في الذره الثانيه من اليمين او الشمال، ما دي الثانيه ودي الثانيه. ادي الاو اتش، ده اسمه ايه المركب ده؟ 2 بيوتانول. يبقى انا جبت منه كحول اولي، ودلوقتي ده كحول ثانوي. بعد كده 1 2 3، ايه ده يا شباب؟ ده انا الاو اتش هنا حطيت له مجموعه ميثايل فوق، يبقى المركب ده اسمه ايه؟ 2 ميثايل 2 بروبانول. 2 بروبانول، لا 2 ميثايل 2 ايه؟ بروبانول. يبقى ده كحول ثانوي، ده كحول ثالثي، كحول ايه؟ اولي. اول. كده انا جبت المركب سي 4 اتش 9 او اتش، طلعت منه ثلاث كحولات. ممكن اجيب واحد تاني بس كفايه الثلاثه. خلاص. ماشي. دول كحول اولي، اتنين ميثايل واحد بروبانول. تمام. هيبقى كحول ايه بقى؟ كحول اولي. هيبقى كحول اولي، يعني ممكن كحول اولي اجيب منه اتنين. تمام. هو بقى عايز ناتج اكسده كل واحد، يعني عاوز أكسد الكحول الأولي والثانوي والثالث. جميل جدا. طب الكحول الأولي اللي معايا ده اللي أنا جبته تاني على الشاشة دلوقتي، واحد بيوتانول، ده كحول أولي. عنده اتنين هيدروجين في الكربينول، يبقى هيتأكسد على مرحلتين. الكحول الثانوي عنده هيدروجين واحدة، يتأكسد على مرحلة واحدة يديني كيتو. الكحول الثالثي ما يحصلوش عملية إيه؟ الأكسدة عندنا خالص. نمسك واحد واحد ونأكسده. حاضر. ناخد الكحول الاولي. السؤال حلو جدا يا استاذ سامي. 1 2 3 4، بس ده تدريب يا شباب. تدريب كويس ليكم، ده بيخليني فوق مستوى ايه يعني، ابقى انا ايه مالك الماده بتاعتي وايه فاهمها كويس. تعال اعمل لي اكسده سيتي. اكسده يعني بنزع ايه؟ انزع المي، شيل المي. تمام. انزع الميه ودخل او. يبقى انا هنزع الميه ازاي؟ انا عندي بشيل الاو اتش المرتبطة بإيه؟ مجموعة الكحول الأولية دي هتتحول إلى مجموعة ألدهيد. حلو أنا قوي. بص يا أستاذ رمضان حبيبها فضل. تكتبها إزاي؟ اتفضل. سي اتش 3 سي اتش 2 تجمعها. لا سي اتش 3 بالشكل ده، سي اتش 3 سي اتش 2 سي اتش 2 سي اتش 2 بعد كده سي اتش 2 تاني سي اتش 2 او اتش او اتش. والله التاني أحلى. لو حضرتك يا أستاذ رمضان حطيت لي مربع على اخر جزء في ده سي اتش 2 او اتش، اللي هو سي اتش 2 او اتش. مربع كده بالاحمر كده.
ماشي حاضر. هو ده بس اللي هيتم فيه شغل. كويس. هنتحول من مجموعه كحول اوليه الى مجموعه موجهين. نشيل الاتش تون رايت. الله يفتح عليك. على طول. نتحول من مجموعه كحول اوليه الى مجموعه الدهيد ثم الى مجموعه كربوكسيل. نأكسد يبقى سي اتش 3 زي ما هي والجزء اللي بره المربع عادي. تمام. وسي اتش 2 وهنا بقيت سي اتش او. اتش او يبقى الدهيد. يبقى انا شلت الميه ودخلت الاو زي ما قلت من شويه او شلت الاتش 2. طب كمل الاكسده. هو هيتاكسد تاني؟ طبعا هيتاكسد تاني. اللي هيتاكسد برضو عندي مجموعه الالدهيد الاخير. الله يفتح عليك. يبقى دي سي اتش 3 تمام. بعد كده سي اتش 2 سي اتش 2 سي او او اتش. يبقى انا حصلت على الحمض اللي قدامي. الله يفتح عليك. طب عايزين نسمي بقى او نسمي ايوباك. طيب الأو يعني المركب الاولان ده احنا قلنا ايه؟ ادي واحد بيوتانول. ده واحد بيوتانول. التاني واحد اتنين تلاتة اربعة. اربعة كربون. يبقى بيوتانال. بيوتانال الله يخليك. الفلام. بيوتانال ده يعتبر الدهيد. الدهيد. طب هنا واحد اتنين تلاتة اربعة بيوتان ويك. يبقى اللي بعده ده بيوتان ويك. ويك. ليه ويك يا استاذ؟ لان ده يعتبر ايه؟ حمض كربوكسيل. كده انا حصلت على اكسدة الكحول الاول. ده ما سابنيش كده. واكسدته. ده لسه في تاني. انا شكرتك في اول الحلقة. مش كده؟ ماشي يا حبيبي. بيقول لي بعد كده هات لي الالكين الناتج من تسخين كل واحد فيهم عند 180 درجة. حلو بس أول. الاول ناخد الاكسدة بتاع التاني. هناخد الاكسدة بتاع التاني. المركب التاني. انا هرجعه تاني على الشاشة عشان الطالب يشوفه معايا. انا عندي سي اتنين تلاتة اربعة ومعاه او اتش. هعمل له عملية ايه؟ عملية أكسدة. أكسدة يعني بننزع مين؟ هننزع إيه؟ المية. هنكتبها برضو بنفس الأسلوب التاني يا أستاذ. هنا معايا أهو CH3 وبعد كده CH2. أيوة. وبعد كده CHOH. الله يفتح عليك. وبعد كده CH3. هنعمل عملية أكسدة. هياخد الهيدروجينتين اللي مع الكربينول. هنشيل HOH. أيوة. وندخل الـ O. الله يفتح عليك. تمام. أو نشيل الـ 2H. يبقى CH3 CH2 بعد كده C double O CH3. ده يعتبر كيتون. كيتون. كيتون على طول. اللي فات كان اسمه بروبانون اللي عندنا اللي هو الأسيتون. هنا واحد اتنين تلاتة اربعة ده اسمه بيوتانون. بيوتانون. اتنين بيوتانون. ده طبعا واحد اتنين ده اتنين بيوتانون. طيب أستاذ رمضان يعني أول الغيث قطرة اهو. اتفضل. معانا رانيا. رانيا من بني سويف. ما تقريبا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسمك رانيا ولا الاسم صح؟ ايوه رانيا. رانيا قولي. قولي يا رانيا معاكي احنا. علي صوتك يا رانيا. معايا صايه مستر بيقول كيف تحصل على اتفضلي يا بنتي. احنا سامعين. البنزين. البنزين الاسيتامايد. البنزين من الاسيتامايد ولا الاسيتامايد من البنزين؟ لا البنزين من اسيتامايد. طيب انت خدتي تفاعلات للاسيتامايد في المنهج؟ في عندك تفاعلات للاسيتامايد؟ اسمعينا من التليفون بس. ايوه. انت عندك تفاعل للاسيتامايد؟ وطي صوت التلفزيون رانيا شويه. انت عندك معادلات للاسيتامايد في الكتاب؟ لا. طيب ما هتجاوبيها ازاي؟ بيها خلاص. يبقى دي ما لا بس هو في سؤال يعني كده قابلني في كتاب خارجي موجود كده. لا ما احنا دايما بنعتمد على كتاب المدرسه يا بنتي. هل انت عندك في كتاب المدرسة معادلة للأسيتامايد؟ ما عنديش. طب هيجيب لك سؤال زي ده ازاي؟ طب عندي سؤال تاني. اتفضلي. كيف تحصل على الميثان من كربيد الكالسيوم؟ الميثان من كربيد الكالسيوم. عندك اسئلة تانية يا رانيا؟ لا شكرا. بس كده؟ عينينا ليك. السؤال التاني ده في المنهج. باش اوكي. نقوله عادي. لكن بنزين من أسيتامايد انا نفسي الاسئلة اللي تيجي من داخل كتاب المدرسة. واي افكار تاني من كتب خارجيه بس داخل المنهج بتاعنا. يعني ما نجيبش حاجه. اسيتامايد ما عندكيش تفاعلات تحلل. ده في مناهج قديمه. ما ينفعش يا بنتي. الميثان من كربيد كالسيوم. انا عاوز اجيب ميثان. يبقى لازم اجيب حمض اسيتيك. يبقى لازم اجيب اسيتات ايه؟ صوديوم. انا كربيد الكالسيوم اللي عندي ده لما نقط عليه ميه جبت اسيتيلين. اعمل له هيدره جبت اسيتالدهايد. اكسده حمض اسيتيك. حمض الاسيتيك افعله مع ايه؟ الصودا الكاويه اسيتات صوديوم. اسيتات صوديوم تقطير جاف. حصلت على الميثان. يبقى ده اجابه سؤال رانيا. وسؤال حلو جدا. السؤال التاني ده جميل ممتاز وده ممكن يجي لي في الامتحان. تعال نكتبه سوا مع بعض. انا هبدا بكربيد كالسيوم. كربيد كالسيوم سي اي سي 2 هضيف عليه ميه.
2H2O في عملية تنقيط. طيب ايه اللي هيحصل عندي هنا؟ هيطلع معانا C2H2 زائد CaOH باي 2، يبقى انت حصلتي على الاستيلين. هاخد الاستيلين ده C2H2 هعمل له هيدرة H2O في وجود H2SO4 40% و HGSO4 وسخن لغاية 60 درجة، حصلت على CH3CHO ده أسيتالدهايد، هعمل له أكسدة حصلت على CH3COOH ده مين ده؟ حمض الأسيتك، عمله تعادل، يبقى أنا جبت حمض الأسيتك. هنكمل لسه التفاعل لسه قدامه، هاخد CH3COOH مع الصودا الكاوية تفاعل تعادل، هيكون إيه معانا؟ CH3COONA أسيتات صوديوم زائد مي. بعد كده هناخد المعادلة الأخيرة CH3COONA زائد NaOH هيدروكسيد صوديوم في وجود أكسيد كالسيوم وتسخين، حصلنا على الميثان المركب الرئيسي زائد المركب الثانوي كربونات الإي الصوديوم. معادلة 2 3 4 5. سؤال حلو كان يا رانيا السؤال الثاني ده. طيب لسه معانا يا استاذ رمضان وفاء من الفيوم. اتفضلي يا وفاء. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي يا بنتي. ازيك يا مستر؟ الله يبارك فيكي. اهلا بيكي. عايز انسر، كان عندي مجموعه اسئله كده. مجموعه معاكي للصبح، اتفضلي. اتفضلي. اول سؤال بيقول احسب حجم غاز ثاني اكسيد الكربون. احسب حجم ايوه غاز مين؟ ثاني اكسيد الكربون. ثاني اكسيد الكربون المتصاعد عند تفاعل المتصاعد من تخمر كحولي المتصاعد من تخمر كحولي من أيوه. تخمر كحولي 34.2 جرام 34.2 جرام من السكروز في وجود ضغط الجو. يعني كده من ايه؟ في وجود السكروز ايوه في وجود إيه؟ يعني ال 34 دول بتوع السكروز صح؟ ايوه. يبقى انت هتجيبي السكروز وتطلعي منه الكحول الايثيلي، يبقى انت الكتله دي بتاعت السكروز اجيب كتله الكحول الايثيلي في المعادله. وبعدين اخد الكتله اللي هطلعها قصاد ثاني اكسيد الكربون في الحجم، واساوي عدد مولات بتاعت الحجم بتاع ثاني اكسيد الكربون ب 22 و4 ايه؟ 4 من 10 وهتطلع معانا. اوريها لك برضو. حاضر يا دكتوره وفاء. في اسئله ثانيه يا بنتي؟ ايوه يا مستر. اتفضلي، احنا سامعينك. طيب هيدروكربون أليفاتي. هيدروكربون أليفاتي مكون من 6 ذرات كربون. مكون من كم؟ 6 ذرات كربون. 6 ذرات كربون. ها. وثلاث روابط هيدروجينية. وثلاث روابط هيدروجينية. أيوة ثنائية. لا لا مش هيدروجينية. ثلاث روابط ثنائية. أيوة. ثلاث روابط ثلاثية ولا مزدوجة؟ لا مزدوجة. أي مزدوجة. عاوز الصيغة الجزيئية والبنائية. ايوه هو انا عملته فيرال بس مش عارفه اسميه بقى. لا ما انت لا ما التسميه مش عليكي، مش عندك التسميه بتاعت اكتر من رابطه مزدوجه. لو رابطه بس مزدوجه نسميه، اكتر من رابطه دي مش عندنا ده. طب انا جبت الصيغه الجزيئيه C6H8 كده مظبوط؟ ما هو اساسا كام ذره كربون؟ 6. 1 أيوة. 2 3 4 5 ادي 6 ومعاكي 3 روابط ايه؟ مزدوجه. تمام اكملهم لك حالا. هنا الرابط انا بكتبها وبحلها معاكي، يبقى ده C6H2 3 4 5 6 7 8 9. ده يدينا هكسان عادي لما يتشبع، يدينا هكسان عادي. بس هو السؤال مش كده يا استاذ رمضان، ده 10. هو بص يا استاذ رمضان اتفضل. هيدروكربون أليفاتي مكون من 6 ذرات كربون يحتوي على 3 روابط ثلاثيه. ما الثلاثيه موجوده في النماذج القديمه والثنائيه موجوده برضو. ماشي كده. ما هو سواء يعني كان ثنائي ولا ثلاثي لما هعمل له تشبع هيديني الهكسان العادي. كويس. اللي هو السي 6 اتش كام 14. هي انت مش طالبه الاسم وبعد ايه التشبع. يعني مستر لما اكتب الصيغه الجزيئيه والبنائيه فقط وملهاش علاقه باسمه. ملوش مالوش دعوه باسمه. طالما اكتر من رابطه ثنائيه. ايوه قولي تاني وانا هكتبه لك دلوقتي. حاضر. في اسئله تانية يا بنتي؟ ايوه. قول ما ضغط غاز ال اتش سي ال في الحصول على مركب استر بنزوات الايسايل. انت مش متابعانا من الاول بقى. ايوه ثواني بس، ولماذا لا يستخدم الاتش 2 اس او 4 بدلا منه؟ برضه مش متابعه من الاول. انا قلت لك. حاضر حاضر. اتش سي ال انا بضيفه هنا عشان ينزع الميه ويمنع التفاعل العكسي. ما بقدرش استخدم حمض الكبريتيك لانه هيتفاعل مع حلقه البنزين ويدينا مركبات سلفونيك، يبقى التفاعل كده ايه مش هيحصل صح.
ماشي خلاص ماشي. في اسئله ثانيه يا وفاء؟ ايوه معلش يا مستر. لا انا معاك يا بنتي، احنا تحتنا، احنا قاعدين عشانك هنا بنلزقك ان شاء الله رب العالمين، ربنا يكرمك يا رب. اتفضلي. كيف احصل على الاسبرين من الهكسان العادي؟ الاسبرين من مين؟ الاسبرين من الهكسان العادي. من الهكسان العادي. ثواني يا استاذ العزيز، انا بص يا ست الكل، عشان اجيب اسبرين لازم حمض السلسليك، ما عندناش تحضير حمض السلسليك. أيوة. عشان اجيب الاسبرين لازم يكون حمض ايه؟ اسيتيك. يبقى انا ادور اجيب حمض الاسيتيك من الهكسان العادي. اما تعرفيش تجيبي من الهكسان العادي حمض اسيتيك؟ لا ايوه عارفاه. طيب بس انا عندي اخر خطوه هي الاسبرين، هو الحمض السلسليك ازاي احضره؟ ما عندناش تحضير. بص بص تحضير. هي بص يا حضرتك، بص يا بنتي، انا عندي الهكسان العادي ده هجيب منه بنزين. والبنزين هعمله تفاعل فريد الكرافت يديني طولوين. ايوه. الطولوين هفعله مع الكلور اعمله كلوره يديني اورثو كلورو طولوين. صح كده؟ افعله مع هيدروكسيد الصوديوم عند 300 درجه مئويه 300 ضغط جوي اورثو كلور هيديني بدل الكلور هيبقى او اتش، هيبقى طولوين ومعاه او اتش. ده لما اعمل له اكسده في وجود خامس اكسيد الفانديوم مجموعة الالكايل هتتحول الى مجموعة كربوكسيل ويديك حمض السلسليك. بس دي مش بس عندنا. كل ده اللي انا بقوله ده مش مقرر عليك. مش مقرر يعني، مش مطالبة بيه. ايوه خالص. انت ليه بتجهدي نفسك يا ماما في حاجات مش موجودة عندك في المنهج؟ ماشي يعني قابلتني وانا بحل. لا قابلتك فين؟ انت بتذاكري من منهج بتاع بوركينا فاسو ولا ايه؟ ايوه وفاء. نعم. بتذاكري في منهج تاني غير منهجنا ولا ايه؟ بصي تاني، البنزين اعمل له تفاعل فريد الكرافت هيديني طولوين، يبقى انا كده دخلت مجموعه الكايل. بعد كده اعمل له كلوره هيخش مجموعه كلوريه هالوجين. مجموعه الهالوجين دي عايز احوله الاو اتش، افعله مع الان اي او اتش عند 300 درجه مئويه 300 ضغط جوي، يبقى انا حولت الكلور الى او اتش، يبقى انا كده حطيت او اتش. اللي فاضل ان انا مجموعه الالكايل دي احولها لمجموعه كربوكسيل فاعمل لها اكسده فتتحول الى مجموعه كربوكسيل. الكلام اللي انا بقوله ده هو مقرر علينا، بس المعادلات دي مش موجوده عندك. ما تجيش في الامتحان. فما تجيش في الامتحان. انت دايما خليكي مع اسئله كتاب المدرسه يا بنتي، والله ما في احسن منها. عاملينها ناس افاضل دكاتره في الجامعه واحنا بنتعلم منهم. فانا ما اجيبش اسئله من مكان لا يسمن ولا يغني من جوع. ايوه. ايه تاني وافق معاكي؟ قولي. لا خلاص ماشي. لا احنا معاكي لو عايزه تاني قولي. الكهرباء قطعت بس ومش شايفه اي حاجه قدامي. طيب معلش ان شاء الله الكهرباء تيجي دلوقتي. يلا السلام عليكم. استاذ رمضان فاصل صغير كده ونرجع تاني الاسئله بتاعتنا ان شاء الله. رجعنا لكم تاني اعزائي طلبه الطالبات الثانويه العامه. بعد في حاجه حلوه، فيها حاجات حلوه كتير مش حاجه حلوه. بلدنا حلوه في كل حاجه. شباب معانا سلوى من الغربيه. اتفضلي يا سلوى. الو. اتفضلي يا بنتي. السلام عليكم. وعليكم السلام. علي صوتك شويه يا سلوى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. وانا كنت بس عايزة في سؤال في العضوية. وبيقول تقوم صناعة المنظفات الصناعية على أملاح حمض السلفونيك ولا على مركبات حمض السلفونيك؟ على مركبات حمض السلفونيك. ولا أملاح حمض السلفونيك؟ هو أصلا المنظف الصناعي ملح صوديومي لألكايل ده أملاح حمض السلفونيك ده المنظف نفسه. أنت بتقولي تقوم على اختيار يعني؟ اه ما هو املاح حمض السلفونيك هو نفسه المنظف الصناعي. المنظف الصناعي اسمه ايه؟ الملح الصوديومي لالكايل حمض بنزين سلفونيك. يبقى المنظفات الصناعيه بتقوم على مركبات الحمض. هكتبه لك حالا دلوقتي. بس عندك اسئله ثانيه قبل ما اكتبه؟ انا كان عندي بس حاجات في الكهربائيه كده. كهربائيه؟ هي هتبقى في حاجه. لا هي خليها في العضويه عشان احنا هنراجع الكهربائيه لوحدها ان شاء الله. خلينا في الجزء بتاع العضويه. نعم. يعني مش معانا او مع زمايلنا. يعني كل لما اجي اتكلم بيديني مشغول على طول. يعني اسئله في ايه؟ عاوزه توضح لك ايه؟ اللي هو المصطلح اللي هو الرمز الاصطلاحي. ايوه. وكان في يعني معايا معادله عايزه الرمز الاصطلاحي بتاعها، وفي معادله عايزه نصفي الخليه. يعني معايا نصفي الخليه. تمام. هنوضحه ده في المراجعات بتاعت الكهربيه. حاضر. مخصوص ليك يا استاذه سلوى. حاضر. حاضر. يعني ازاي تكتبي رمز الصلاحي وازاي كمان تطلعي ايه معادله نص الخليه سواء اكسده او اختزال. حاضر. ايه تاني؟ في اختياري من فوائد القنطره الملحيه تسمح بمرور الايونات ولا الالكترونات؟ لا الايونات يا بنت. الايونات. ايونات. تمام. ايه عندك ايه في العضويه بقى؟ ما هو العضويه الاستفسار اللي انا كنت هستفسره ده. طيب ماشي. شرفتينا باتصالك يا سلوى. طب ماشي. كان معايا سؤال علم. طب اتفضلي. هو
بقول علل، تعتبر الخليه الجلبانيه خليه انعكاسيه لانها تتم من تفاعل الاكسده والاختزال التلقائي، ولا في اجابه ثانيه؟ طيب تسمعيني طيب في الاجابه دي. حاضر. الخلايا الخلايا ايه الجلفانيه معظمها انعكاسيه. بص انت لازم توضحي في اجابتك بقى ايه الاجابه النموذجيه بتاعتك. ليه هي إيه خلايا انعكاسيه؟ لانها ايه يمكن اعاده شحنها مره اخرى، واسكت لا، بامدادها بكميه كهرباء اكبر منها بنسبه قليله، فتنعكس بداخلها التفاعلات الاكسده الى اختزال والاختزال الى اكسده، وكل قطب من اقطاب هذه الخليه يسمى بالقطب الانعكاسي. دي المفروض اجابه كامله كده لكلامك. يبقى ليه هي خلايا جلفانيه انعكاسيه؟ لان انا اقدر اشحنها مره تاني، لا تستهلك مكوناتها، بمدها بكميه كهرباء اكبر منها بنسبه ايه قليله، فتنعكس بداخلها التفاعلات الاكسده اختزال والاختزال ايه اكسده. وكل قطب لازم توضح ان كل قطب يعتبر قطب انعكاسي. الحته بتاعه تلقائي او غير تلقائي، خليه انعكاسيه يعني خليه جلفانيه اساسا، يبقى هي كانت خليه جلفانيه في اثناء عمليه التفريغ بتبقى تلقائيه، اثناء عمليه الشحن تبقى خليه الكتروليتيه تفاعل غير تلقائي. يبقى دلوقتي لو كمركم رصاصي بطاريه ايون الليثيوم في اثناء التفريغ يعني تحويل الطاقه الكيميائيه الى كهربيه يبقى خليه جلفانيه، يبقى التفاعل تلقائي. اثناء الشحن يبقى خليه الكتروليتيه، يبقى التفاعل غير تلقائي. طيب. برضه يا استاذ رمضان في من الاسئله اللي جت عندنا في النت كده على الحلقه، بيقول لي مديني شويه مركبات وبيقول لي سميها التسميه الصحيحه، وجه اعتراضك يعني للعضويه. خلاص سلوى يا رب تكوني سمعتي اجابه السؤال يا سلوى. طيب السؤال بيقول لي عايزك تكتب لي 3 ايصايل 2 بيوتانول. اعاده تصحيح ونكتب الاسم على الصيغه القديمه ونصحح. اكتب الاسم وصححه وقول له اعتراضك ايه. طيب نقول الاسم 3 ايصايل 3 ايصايل 2 بيوتانول 2 بيوتانول. نقولهم كلهم مره واحده؟ لا ناخدها واحده واحده. 3 ايصايل 2 بيوتانول. انا لما اجي اكتب المركب عشان اصححه ببدا بالاسم الاساسي. بيوت يبقى دي ذره 2 3 4. اول يعني معايا او اتش، طب اول هنا في او اتش، فين المكان؟ في الثانيه، يبقى دي الاو اتش. الثالثه فيها ايصايل. انا بحب ايه بقى ايصايل؟ طالما صحح يبقى فكها على طول عشان يبان قدامك الخطا بتاع الايه المركب. عاوز تكتبها 2 اتش 5 مفيش مشكله، بس الافضل كده ادي 1 ادي 2 وادي اتش 2 3 4 ايه 5. يبقى انا فكيتها. طب ايه الغلط هنا؟ اطول سلسله اهي، دي اطول سلسله عندي انا قلم رصاص في الامتحان واعمل كده. يبقى دي الذره الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه، يبقى ما كانتش اطول سلسله أربعة، لا دي اطول سلسله خمسة. يبقى ده بنت بنتانول. طيب الاو اتش فين؟ في الثانيه، يبقى 2 بنتانول. طب ايه ده؟ دي مجموعه ميصايل مرتبطه بانهي ذره؟ بالذره الثالثه. يبقى ده اسمه 3 ميصايل 2 بنتانول. طيب معانا حسناء من الفيوم يا استاذ رمضان. طيب حسناء من الفيوم. السلام عليكم. طلبة الفيوم طبعا. اتفضلي يا حسناء. السلام عليكم. ربنا يفرحك دايما، انا شايفك بتضحكي. انا مش شايفك بس حاسس بيكي. اتفضلي. عامل ايه يا استاذ؟ علل. عندنا سؤال علل؟ لا عندي بس كنت عايزه اعرف يعني ايه الكلوره؟ كلوره يعني تفاعل مع الكلور يعني. اللي هي الماده العضويه مع الكلور. هلجنة مع الكلور. في اسئله ثانيه حسناء؟ في انا بتلخبط بس مش بعرف بس البلمره العاديه والبلمره بالتكاثف. بص يا ماما لو المونيمرين متشابهين زي ايسين مع الايسين دي بيسموها بلمره بالاضافه. لو المونيمرين مختلفين زي الفينول مع الفورمالدهايد وحمض حمض التيرف سالك مع الايسيلين جليكول مختلفين عن بعض دي بلمره بالتكاثف. هو ممكن حضرتك يعني تدينا مثال عليها يعني؟ ماشي. احنا لسه شارحينها من شويه، انت ما كنتيش متابعانا؟ كنت متابعه حضرتك بس عايزه اقارن بين الاثنين يعني بمسألة دي ومسألة دي. يعني انت عايزه بالمره بالاضافه بالاضافه وبالمره بالتكاثف. ماشي. عندك اسئله ثانيه يا حسناء؟ بتلخبط برضو بين الايوباك والتسميه العاديه، مش يعني دايما ببدل بيناتهم او بنسى. بص يا بنتي بالنسبه للايوباك بتكتب ارقام، يعني مثلا تقولي 2 4 6 1 2 3 في ارقام في الايوباك لانك انت بترقمي. اما التسميه الشائعه زي الكحول الايثيلي، الكحول الايثيلي تسميه شائعه،
زي كحول بروبيلي تسمية شائعة، كحول بيوتيلي تسمية شائعة. طب انا حسب نظام الايوباك ده في عندي واحد بيوتانول وفي عندي اتنين بيوتانول، طالما في ارقام ده الايوباك. اما التسمية الشائعة دي التسمية الايه؟ التسمية القديمة. ماشي كده. يعني طيب. مثلا عندي حمض الاسيتك، التسمية العادية دي الحمض الاسيتك لان مصدره الاسيت اللي هو الخل. طب حسب نظام الايوباك بشوف الالكان المقابل اللي هو الايسان واحط له المقطع ويك، يبقى ايسان ويك، هو ده التسميه حسب نظام الايوباك. في اسئله ايه تانية يا حسناء؟ في المسائل بتاع الكيمياء العضويه انا مش ببقى عارفه احلها كتير، يعني في بتقابلني كذا مساله ببقى مش عارفه احل المسائل بتاع العضويه خاصه. احنا لسه حلين مساله من شويه. هحلل لك مساله حاضر دلوقتي. احنا حلينا شو مساله من شويه. يعني مثلا الصيغه الجزيئيه دي ممكن اجيب منها كتله، يعني عايزه افهم الجزيئيات دي. وكمان في الباب الثاني والثالث بتقابلني مسائل صعبه جدا، ببقى حاسه ان انا ما ذاكرتش حاجه من كتر ما انا مش عارفه احلها. مثلا اقول ان ذاكرته ايه، فدي لما تيجوا تراجعوا الباب الثاني بس عايزين تركزوا عليه. انا هقول لك حاجه يا حسناء، انت ايه اللي بيخليكي لما تيجي تحل بتبقى الاسئله صعبه عليكي؟ لانك انت بتسيبي بتفرطي في كتاب المدرسه. كتاب المدرسه اهم من اي كتاب ثاني. انت لما تيجي تذاكر من كتاب المدرسه وتحل الامثله المحلوله اللي فيه وبعد كده تحل اسئله كتاب المدرسه هتلاقي نفسك شاطره جدا وبتعرفي تحلي، وده اللي مطلوب منك. ماشي كده. اما يعني ما تجريش ورا اسئله الكتب الخارجيه، لان هو الامتحان لما بيجي من كتاب المدرسه ما بيجيش من كتاب خارجي. حتى الاسئله، حتى كل حاجه من يعني كتاب نموذج الاجابه بيكتب لي كده ان الاجابه دي بصفحه كذا بكتاب المدرسه. عندك اسئله تانية حسناء؟ عندك اسئله يعني تانية؟ مش هيجيب اسئله لفه مثلا ولا حاجه؟ لا يا ماما، انت ليه متخيله الخيانه مننا يعني؟ لا مفيش حاجه، انت ليه متخيله فيه غدر يعني؟ لا ده انتوا كلكم اولادنا وربنا يوفقكم في امتحانات الثانويه العامه باذن الله رب العالمين. ما تخافيش يا بنتي. هنلاحظ ملاحظاتك اللي قلتيها يا استاذه حسناء في المراجعات. حاضر، هنقول كل اللي قلتيه ده في المراجعات. هي بس بتتكلم على حته البلمره، عايزه بلمره الايسيلين. بلمره الايسيلين احنا لو حبينا نوضح بلمره الايسيلين دي بلمره بالاضافه. الايسيلين عندي لما ببتدي اجمع جزيئات الايسيلين لازم اكسر روابط باي. انا عندي الايسيلين ادي السي دبل سي مع 4 هيدروجين، لو انا فعلته مع ايسيلين تاني سي دبل سي 4 هيدروجين، فعلته تاني مع ايسيلين، انا كده بعمل عملية بلمرة، بس بلمرة بالايه؟ بالاضافة. بسخن وضغط ليوصل حوالي 1000 ضغط جوي، وكمان معاها ايه؟ درجة حرارة عالية. لو نبص كده ونشوفها مع بعض بتتكسر روابط باي اللي موجودة، ده يعتبر مونيمر. مونيمرات ايه اللي هيحصل هنا؟ هيديني سي رابطة سي، وتبدأ الالكترونات الحرة تظهر، زائد سي رابطة سي ومعاها برضو الكترونات حرة، هنكمل مع بعض بعديها، يبقى دي سي 2 3 4، هكمل الرابط عندي واضرب في ايه؟ في الام، ده البولي السيلين ايه اللي موجود عندي. دي بلمرة بالاضافة. ليه قلت عليها بالاضافة؟ تفاعل مونيمرين ايه؟ متشابهين. لكن بلمرة بالتكاثف احنا عملناها من شوية بتاعت حمض تيرا في سالك مع ايه؟ السيلين ايه؟ جيلايكو. طيب تمام. معنا اتصال من جرايبينك يا استاذ رمضان. ايمن من اسيوط. اهلا اهلا. السلام عليكم. ازيك يا ايمن؟ ازيك يا مستر؟ الله يبارك فيك، ربنا يوفقك يا حبيبي، اتفضل. تمام. عندي سؤال معلش يا مستر، بس مش في موضوع الحلقه. قول اتفضل يا ايمن. طيب اتفضل. عندي مشكله في وزن المعادله حضرتك. وزن المعادله؟ بس لو انا بوزن المعادلات، بس لو في معادله كبيره ما بعرفش اوزنها. حاضر. ايه تاني عندك اسئله تانيه؟ السؤال التاني يا مستر، ازاي هتكون حلقات المراجعه ان شاء الله؟ ازاي هتكون حلقات المراجعه؟ انتظر مننا حاجات كويسه كده في المراجعه ابتداء من الحصه اللي جايه. بس يا بص يا ايمن، بص اقول لك حاجه، انت جهز بس كشكول كده للكيمياء وسميها كده مدرسة على الهواء كيمياء ثانوية عامة، وانت هتشوف الايه الاسئلة اللي انت هتلمها مننا. طب ما الحصة الجاية ان شاء الله يعني هتبقى على كل باب ولا هتبقى شامل؟ انتوا عاوزين ايه ايمن؟ عاوزين ايه؟ هننفذ طلباتكم. حاضر، عاوزين ايه؟ عايزين ان شاء الله تبقى على كل باب، بما ان احنا لسه في شهر رابع ان شاء الله، فالمراجعة تبقى على كل باب، يعني باب الاول والباب الثاني والثالث. خلاص خير ان شاء الله. عاوزينها باب باب. حاضر خير ان شاء الله. ايه تاني؟ احنا هنشوف الاصلح ليك وهنعمله ان شاء الله. ايه تاني ايمن؟ لا تمام كده، مش القصايط يؤمره. حاضر. ماشي ماشي يا ايمن، شرفتنا باتصالك يا حبيبي. ايوه، هو وزن المعادله اصلا ملهاش يعني، الوزن المعادله بتبقى
الطالب بيمسك قلم رصاص وواحده واحده كده بيظبط الايه المعادله، فهي ما فيهاش اي صعوبه يعني للدرجه يعني من التاسيس في في وزن المعادلات. وزن المعادله مشكلتها متشكله نتكلم عليها اتفضل. طيب هو برضو من ضمن الاسئله اللي كانت موجوده صحح البتاع صحح المركب المركب ايوه اتفضل. ثلاثة ميصايل ثلاثة بيوتانول، يعني احنا برضو رجعنا تاني لاسئلتنا اللي هو بيقول لي اكتب الصيغه البنائيه للمركبات الاتيه مع اعاده ايه التسميه. المركب اللي معاه ثلاثة ميصايل ثلاثة ميصايل ثلاثة بيوتانول برضو ثلاثة بيوتانول بيوتانول طبعا ده مركب من ضمن الكحولات اللي موجودة عندنا. ثلاثة ميصايل ثلاثة بيوتانول بيوت يبقى على طول واحنا عارفين هنعمل ايه اربع ذرات كربون. بعد كده التالتة فيها ميصايل واحد اتنين تلاتة عندي قبل ما اكتبها في عندي تلاتة بيوت بيوت اربعة قول في او اتش في التالتة يبقى انا معايا ادي الاو اتش والتالتة فيها ايه الميصايل. طبعا انا باين الفرق ايه ادي واحد اتنين تلاتة طب ما تعد من الناحية التانية خلاص يبقى ادي واحد اتنين يبقى المركب ده اسمه اتنين ميصايل اتنين بيوتانول كده انا جبت الاسم الصح اللي عندي. الله يفتح عليك. معانا اتصال من ارض الصمود العريش محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا حبيبي. لو سمحت عند الكيمياء العضويه بيقول من الايثان. علي صوتك بس شويه. عندي سؤال في الكيمياء العضويه بيقول من الايثان كيف تحصل على ايثيلين جليكول؟ السنين جلايكول من الايثان من الايثان ماشي ايه تاني ومن الاسيتات من الاسيتات الصوديوم كيف تحصل على السيلين جلايكول برضه السيلين جلايكول ماشي ايه تاني يا استاذ احمد محمد خلاص كده فيكم. طيب ان شاء الله فتينا الاتصال يا محمد ماشي اوكي هو عايز من الايثان السيلين جلايكول ايثان بنعمل له هلجنه يديني بروميد ايثايل افعله مع الكي او اتش المائيه يديني كحول ايثيلي انتزع منه ميه يديني غاز الايثين اعمل له تفاعل باير يديني ايثيلين جلايكول. جميله سؤال حلو له بقى واحده سؤال واحد. حلو جميل جدا ده الايثان عندنا عباره عن اي سي 2 اتش 6 الايثان سي 2 اتش 6 هنعمل له عمليه هلجنه مع كلور مع بروم اي حاجه هو افضل البروم طبعا مع اتش بي ار حصلت على بروميد الايه الايثايل هاخد بروميد الايثايل زي ما قال استاذنا الفاضل نعمل له ايه تحلل مائي قلوي يعني انا في الاول خالص باخد الايثان سي 2 اتش 6 زائد الاتش بي ار على طول ولا مع البروم مع البروم بي ار 2 اي كون عندي سي 2 اتش 5 بي ار زائد اتش بي ار يبقى انا حصلت كده على بروميد الايثايل خد سي 2 اتش 5 بي ار زائد الكي او اتش المائيه وتسخين حصلت على سي 2 اتش 5 او اتش كحول ايثيلي زائد كي بي ار وصلت الكحول الايثيلي سي 2 اتش 5 او اتش هننزع منه ميه في وجود حمض الكبريتيك المركز عندي درجه 100 و80 درجة مئوية حصلت على سي 2 اتش 4 زائد مية طبعا الايثيلين سي 2 اتش 4 هعمل له اختبار باير في وجود مية واكسدة ممكن اعملها مية اكسجين وسط قلوي وكي ام ان او 4 برمنجانات بوتاسيوم حصلنا على سي اتش 2 او اتش سي اتش 2 او اتش يبقى انا خدت طبعا هنا الايثان مع البروم حصلت على بروميت ايثايل بروميت ايثايل مع الكوتش المائيه كي او اتش المائيه حصلت على الايثانول ايثانول مع حمض الكبريتيك المركز عند 180 حصلت على ايثيلين عملت له اختبار باير وده مهم جدا اختبار عدم التشبع وصلت للايثيلين اي جلايكول. طيب قبل ما ناخد السؤال الثاني استات الصوديوم معانا حسن من الاقصر وبعد كده نكمل ان شاء الله. حسن ابو علي اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله لا والله منورين الشاشه والله والله ما حد منور غير اهل الاقصر واقصر بلدنا بلد سواح اتفضل الله يبارك فيك الله يخليك الله يبارك فيك الله يخليك ده انتوا اللي في الجمال هناك يعني اما اسئله في العضويه اتفضل يقول لك السؤال الاول من كربيد الكالسيوم كيف تحصل على اليوريا اليوريا اوصل لها يوريا ماشي بس استاذ سامي انا معاك انا
هو ممكن السؤال يتحل ب 10 معادلات، ممكن يتحل ب 12، ممكن يتحل باكثر من كذا. بس انا عايز بست معادلات فقط. معاك في اسئله ثانيه؟ ومن تربيد الكالسيوم كيف تحصل على الكاتيكول؟ على ليه الكاتيكول؟ يعني انت مختار كل المعادلات اللي مش موجوده عندك في الكتاب وتسال فيها؟ ايوه حسن. الكاتيكول ده اجيبها ازاي؟ الله الله، انا زي علم علمك والله. ما عندكش حبيبي، ما عندكش في المسالك عشان كده ما تضيعش وقت. دايما انت كده بتضيع وقتك وبتضيع ايه؟ بتضيع وقت زمايلك. يعني احنا دايما نخلينا اليوريا، انت عارف ان اليوريا موجود له معادلتين بس في اول الكتاب وملوش حاجه تانية، فانت هتجيبها منين؟ الكاتيكول ما عندكش ليه معادلات. لا برضه يقول عاوز يعني ست معادلات. يعني طب عندك اسئله تانية يا حسن؟ خليك في المنهج ابو علي. شكرا لاتصالك يا حسن. طيب مشي حسن. طيب رمى السؤالين ومشي. اطلع كاتيكول، كل اللي عندك للكاتيكول الصيغه الجزيئيه فقط. الصيغه البنائيه، الصيغه البنائيه بتاعته. وجاي في الامتحان السنه اللي فاتت 1-2 ثنائي هيدروكسي بنزين. عندك بايروجالور 1-2-3 ثلاثي هيدروكسي بنزين، دي مركبات فينوليه. ايه اللي مقرر معاك؟ الفينول ومعادلاته وتحضيره. خلاص ما تدخلش نفسك في متاهات وتضيع وقتك ووقتنا ايه على الفاضي. السؤال الثاني كان بيقول كان من اسيتات الصوديوم كيف تحصل على ايسيلين جليكول؟ استاذ صوديوم يبقى لازم اجيب ميثان. ميثان وبعد كده 1500 درجه مئويه تبريد سريع. تمام. هيديني غاز الاسيتيلين. غاز الاسيتيلين هعمل له هيدره حفزيه، هيديني اسيتالدهايد اختزال بالهيدروجين، يديني كحول ايثيلي. كحول ايثيلي اجيب منه غاز الايسين. غاز الايسين كتبناه من شويه. كتبناه ده. طيب. بالنسبه للسؤال بتاع اسيتات الصوديوم الى ايثيلين جليكول، طبعا سؤال زي ده طويل كده ما يجيش في الامتحان وبرضه لازم الطالب يعرفه واحنا جاوبناه عليه. ماشي. طالما مقرر جوه المنهج ما فيش مشكله بالنسبه لنا. طب ما كنا نكتبها له يا استاذ رمضان اللي هي بتاع محمد من العريش. أستات الصوديوم. أستات صوديوم معانا CH3CO NA. هنعمل له تقطير جاف NaOH. النهارده كتبتها يمكن 10 مرات دي. في وجود أكسيد الكالسيوم وحرارة. حصلت على إيه؟ الميثان المركب الرئيسي زائد Na2CO3. الميثان ده هناخده عشان أوصل للإيثيلين جليكول. عاوز إيه؟ كحول. هاخد الميثان CH4 هسخنه عند 1500 درجة سيليزية وبعدين تبريد سريع. حصلت على C2H2 زائد 3H2 وبعد كده خدنا الاسيتيلين C2H2 هنعمل له هيدرة في وجود H2SO4 40%، اوعى تنساها، و HGSO4 60 درجة مئوية. حصلنا على CH3CHO. خد ده اعمل له عملية اختزال. حصلت على الايثانول. تمام؟ الايثانول خلاص. الايثانول انزع منه عند ايه؟ مع H2SO4 مركز 180. هيديك غاز الايسين. غاز الايسين. اعمل له اختبار باير. حصلت على ايه؟ على الايثيلين جليكول. اوقات يا استاذ رمضان طالب يقول لك ايه؟ طب ما انا بدل ما الف اللفه دي ما انا اجيب الايساين واعمل له هدرجه. اقول له ما ينفعش لان ده معادله بتتكمل لحد الايسان. ما انت لما اجيب الايسين اعمل له هدرجه، ايساين اعمل له هدرجه، هيديني ايسين بس هيتحول على طول الى ايه؟ الى ايسان. عشان كده احنا لفينا للكحول الايه؟ التفاعل مش هيقف في النص. التفاعل مش هيقف في التفاعل الوسطي. تمام. طيب زي مثلا لما اكسده الكحول صعب جدا احضر الاسيتالدهايد من الكحول الايثيلي. لان التفاعل بتستمر الاكسده عشان اوصل لحمض الاسيتيك. يعني الكحول يتاكسد لاسيتالدهايد والاسيتالدهايد ده بيتاكسد لحمض ايه؟ الاسيتيك. فيقول لك علل صعوبه الحصول على الاسيتالدهايد من الكحول الايثيلي بعمليه الاكسده. ليه؟ لان التفاعل بيستمر في الاكسده للحصول على حمض الاسيتيك. طيب اتفضل. هستاذنك استاذ رمضان في سؤال برضو، سؤال حلو جدا، بيقول لي اكتب الصيغ البنائيه لثلاث متشاكلات لهاليد الكايل. هاليد الكايل. عاوز ثلاث متشكلات. الصيغة الجزيئية بتاعته C3H7Br. C3H7Br. عاوز ثلاث متشاكلات. وبعد لما اكتب الثلاث متشاكلات دي عايز ناتج التحلل المائي لكل واحد فيهم. الله اكبر، طمعانين النهارده فيا. انا مش شكرتك البدري، لا بدايتي اللي انا عارف انا هعمل ايه. انا شكرتك قبل ما ابدا. طيب C3H7Br. انا معايا C3
اتش اي 7 بي ار. ادي اول واحد ماشي تمام. ده اولي الكايل اولي اولي سي 3 اتش 7 بي ار. هنيد الكايل ايه؟ ثانوي ثانوي. طب الثالث هو سي 3 ليه؟ لا خلاص كده يبقى انت عاوز اثنين متشكلين. ماشي انت قلت لي ثلاثة لا ما ينفعش. طيب هنا ده هليد الكايل اولي اسم واحد برومو بروبين او الاسم الشائع ثلاثة كربون يبقى سي بروبايل بروبايل بروميد بروبايل بروميد بروبايل. وهنا ده اتنين برومو بروبين يسمى ايه برضو بروميد بروبايل بس ايه ثانوي ده اولي ده اسمه بروميد بروبايل ايه ثانوي او ايزو تمام. عاوز انت بقى التحلل تحلل المائي لكل واحد التحلل المائي لكل واحد منهم عشان نوصل لايه للكحولات. انا معايا ادي اول مركب سي 2 3 ومعايا البي ار هفعله مع ايه تحلل مائي قلوي يبقى مع الكي او اتش مائيه ايه اللي هيحصل الكي تاخد بي ار يبقى انا هنا الكي مع البي ار يبقى ايه كي بي ار بروميد بوتاسيوم زائد سي 2 3 وحصلت هنا على الاو اتش ده كحول اولي اولي كحول ايه اولي الكحول الاولي ده اسم واحد بروبانول واحد بروبانول لكن انا لو خدت سي 2 3 بالوضع ده في بي ار وعملت له التحلل بتاعه مع الكي او اتش المائيه نفس الفكره الكي والبي ار يبقى دي كي بي ار زائد سي 2 3 ومعانا هنا ايه الاو اتش ده اسمه كحول ايزوبروبيلي او 2 بروبانول. الله يفتح عليك. يبقى انا طلعت كده كحول اولي وكحول ايه ثانوي 2 بروبانول. من ضمن برضو الرسائل اللي جت استاذ رمضان في الموقع بتاع البرنامج عايز من ايسوكسيد الصوديوم ايسير ثنائي الايصايل. حلو السؤال ده جميل جدا 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 ومهم قوي. سؤال حلو جدا. تمام. من ايسوكسيد الصوديوم كيف تحصل على الايسير ثنائي الايصايل؟ يعني انا معايا ايسوكسيد صوديوم ماده راسب صلبه لونها ابيض. ايسوكسيد صوديوم عاوز احصل منها على مين؟ على ايسير ثنائي الايصايل. يبقى الايسوكسيد اعمل له تحلل مائي حصلت على الايثانول. الايثانول هاخده مع حمض الكبريتيك اسخن لغايه 140 درجه هوصل للايسير ثنائي الايصايل. يبقى ايسوكسيد الصوديوم تحلل مائي يديني ايثانول وصودا كاويوم هاخد الايثانول افعله مع حمض الكبريتيك اسخن ل 140 درجه اوعى تنسى درجات الحراره وبنقولها كل مره عند 140 درجه طلعت الايسير نفس التفاعل ده لو عندي 80 درجة يطلع كبريتات إيثايل هيدروجينية 180 يطلع إيثيلين. نشوف مع بعض السؤال من إيسوكسيد صوديوم. إيسوكسيد صوديوم C2H5ONA مركب إيسوكسيد الصوديوم ده هناخده مع المية الـ HOH هيكون معانا إيه طبعا الـ NA مكان الـ H على طول يبقى طلعت NaOH زائد C2H5 C2H5OH مش كده؟ كحول ايثيلي كحول ايثيلي يبقى انا كده طلعت الكحول الايثيلي هاخد الكحول الايثيلي C2H5OH بس هاخد كم مول منه؟ 2 مول 2 مول في وجود حمض الكبريتيك المركز اسخن معاه قاعد معانا H2SO4 ولازم اكتب كلمه مركز واسخن لغايه 140 درجه ايه؟ مئويه حصلنا على C2H5O2H5 زائد ايه المية يبقى طلعت هنا نزعت المية في ال 140 درجة خدت الايسوكسيد مع المية طلعت ايثانول وصودا كاوية خدنا الايثانول 2 مول منه مع حمض الكبريتيك المركز عند 140 حصلت على ايسير ثنائي الايثايل برضو الايسير المعتاد برضو في التحويلات يا استاذ رمضان جه سؤال بيقول للطالب انا عايز من البنزين حمض البكريك احصل على حمض البكريك حمض البكريك عشان احصل على حمض البكريك لازم اجيب فينول يبقى من البنزين اجيب الايه الفينول طب اجيب الفينول ازاي من كلورو بنزين يا ريت الطالب يفكر زي كده يا استاذ رمضان يعني شوف انت بتاخد الواحده الموضوع
من ايه؟ من ورا لقدام كده. احنا الطالب لازم يتعلم مننا ازاي انت بتفكر في التحويل. حلو قوي. انا معايا دلوقتي عاوز احصل على مين؟ حمض البكريك. حمض البكريك ده بنجيبه منين؟ من نيطره الفينول. طب الفينول ده بجيبه ازاي من البنزين؟ لازم افكر على معادله تحضير الفينول. ادي عندنا بقى مش الكاتيكول اللي عندنا تحضيره. ناخد الفينول ده نحضره ازاي؟ من كلوروبنزين. طب كلوروبنزين اجيبه اصلا منين؟ من البنزين، بتفاعل الكلوره بتاع الايه؟ البنزين. يعني انا هاخد ايه دلوقتي معانا؟ اول حاجه خدت البنزين، هناخده مع الكلور في اليو في، اللي هيحصل هيدينا كلورو بنزين زائد HCl. حصلت على كلورو بنزين. هاخد الكلورو بنزين Cl هفعله مع ال NaOH، وهسخن لغاية كام؟ هسخن درجة حرارة عالية جدا 300 درجة مئوية. طب ليه؟ عشان اكسر الرابطة دي، وضغط 300 ضغط جوي، هيكون عندي الفينول. حصلت كده على الفينول. الفينول ده معاه NaCl. بعد ما حصلت على الفينول ممكن نرجع للبنزين تاني؟ اه ممكن طبعا. ازاي؟ ناخده مع الخرسين، مع الزنك. هناخد الفينول مع 3HNO3 مع حمض النيتريك المركز، بشرط في وجود H2SO4 مركز، هيدينا 3 مية زائد ايه بقى؟ هنكتب مع بعض بقى ايه المركب المهم جدا عندنا اللي هو حمض البكريك. ادي OH ومعانا 3 مجموعات ايه؟ نيترو NO2 وهنا NO2 ده اسمه 2-4-6 ثلاثي نيتروفينول، او يسمى المركب ده حمض الايه؟ البكريك. مادة متفجرة طبعا، لان مركب عضوي عديد مجموعات النيترو. تمام. وبيستخدم في مراهم علاج الحروق. في عندي سؤال استاذ رمضان موجود في كتاب النماذج، لمم لي تقريبا المشتقات كلها في سؤال. المشتقات كلها سؤال. كويس. مديني مجموعات وظيفيه. حلو جدا. ومحمل عليها مجموعه اسئله، بيتخلي الطالب لما يحل السؤال ده بيبقى متمكن من الجزء ده. طيب ما احنا ممكن نكتب المجموعات الوظيفيه قدامنا على الورق كده، ونسال الاسئله بتاعتنا ونوضح كل مجموعه دي نظامها. الله يفتح عليك. يبقى تمام. اول حاجه مجموعه هيدروكسيل يعني معانا مجموعه هيدروكسيل اللي هي ده رقم ده الف. دي الف. حاضر. وبعد كده ذره اكسجين مركزيه اللي هي الايثيريه. يبقى ده ايثير. ده البي. ده ب. وبعد كده مجموعه الديهيد. الديهيد اللي هي الفورمايل. الفورمايل اتش او. ده رقم ج. وبعد كده مجموعه كربوكسيل. وبعد كده مجموعه كربوكسيل. يبقى انا معايا الف هيدروكسيل والايثير والالديهيد والمجموعه د اللي هي سي او او اتش الكربوكسيل. طيب هو بيقول لي اديني مثال لمركب عضوي يحتوي على مجموعه وظيفيه من تلك المجموعات. يعني عاوز مثال لكل واحد. نوع. بس طبعا احنا عندنا زيه. نعم. السؤال ده جه زيه بالظبط السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت لما ادالها ايه المجموعات الوظيفيه بالاسامي بالعربي، وقال لي هات لي اسمها واديني مثال واكتب المجموعه الاساسيه اللي فيها. يبقى انا عندي المجموعه، لو عندي مجموعه هيدروكسيل يبقى الايثانول. ايثانول. ايثانول. ذره الاكسجين المركزيه دي 5 او اتش. الرابطه الايثيريه دي تبقى مجموعه ايثير ثنائيل ايثايل الاو اللي في النص او ايثير ثنائيل ميثايل. عندنا اتنين. اتنين. ايثير ثنائي ميثايل وايثير ثنائي ايثايل. تمام. تمام. والسي اتش او الالدهيدات معانا اتنين في المنهج. اسيتال فورمالدهايد واسيتال دهايد. والسي او او اتش عد ولا حسد. تمام. هي ايه عندي؟ حمض الاسيتيك، حمض البيوتريك، البلماتيك، الهكسا دي كانويك، دي مجموعات كتيره جدا من الاحماض. حمض الفيسالك، حمض ايه تيرا فيسالك، حمض البنزويك، كل دي احماض عندنا. طيب يا استاذ رمضان يعني ما لناش نصيب نكمل السؤال ده، ان شاء الله هنكمله في حلقه تانية باذن الله رب العالمين. انا تعبتك معايا النهارده. انتظرونا في المراجعه بس، وينظموا وقتهم معانا في المراجعه، ويحضروا اسئله داخل المنهج. حضر كشكول ان شاء الله رب العالمين. هنظبط ايه المنهج باذن الله. باذن الله ان شاء الله. كل الامنيات الطيبه طلبه وطالبات الثانويه العامه، ربنا يفرح اهاليكم بيكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.